ازيكم يا اجمل متابعين في الدنيا. هبدأ معاكم النهاردة رواية جديدة انا متأكدة انها تعجبكم، بقلم الكاتبة المبدعة روني محمد. لكن قبل ما احكي، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد بنقدمه. في واحد من الاتوبيسات العامة وقفوا بنتين، الاولى اسيل والتانية ورد، والاتنين كانوا محددين هدفهم، وهو راجل في سن الخمسين. نفخت ورد بضيق وقالت: بقول لك ايه يا راجل انت، انا سكتلك من الصبح، اللي بتعمله ده ما يرضيش ربنا ابدا. ردت اسيل وقالت: ايوه يا انسه، انا برضو ملاحظه كده ان الراجل ده بيعمل حركات مش تمام. بقول لك ايه، تعالي نطلع على الاسم. في ايه يا بنت انتي، هو انا عملت لكم حاجه؟ ده انت ما طلعتش مش محترم بس، لا ده انت بجح كمان. فين الشهامه، فين الرجوله، فين ولاد البلد؟ وفي لحظه الاتوبيس كله كان فوق بعضه. السواق اضطر انه يقف لغايه ما الخناقه تبطل. ورد واسيل استغلوا الموقف واخدوا المحفظه اللي كان عليها العين وجريوا نزلوا من الاتوبيس بسرعه. بقى بعد اللي عملناه ده كله هيطلع علشان 500 جنيه؟ انا لو اعرف كده ما كنتش تعبت نفسي. بقولك ايه، انا ضميري بيأنبني وبفكر ارجع المحفظه للراجل، كفايه انه اخد علقه من غير سبب. عاوزه ترجعيها يبقى رجعيها لوحدك، وعلى الله تجيبي سيرتي. لا خلاص، بس بقولك ايه، المرة دي اخر مرة، احنا مش هنسرق الغلابة تاني. افرض الراجل كان هيجيب بيهم اكل ولا علاج، تصدقي مشاعري بدأت تتعاطف معاه. بس هرجع وافكرك اننا على الحديدة، ولو ما كانش الفلوس دي كنا هنموت من الجوع. اوف، طب يلا بينا بقى على البيت، وهناك لازم نفكر وندور على وظيفة تأكلنا بالحلال. انا مش هسرق تاني. اعرفكم بنفسي، انا ورد، عندي دلوقتي 24 سنة، اتربيت في ملجأ أنا وصاحبتي الوحيدة أسيل اللي من نفس سني تقريبا. أنا وهي قررنا نسيب الملجأ بعد سن 18 سنة، وكنا عايشين مع ست طيبة اللي صرفت على تعليمنا لغاية ما خلصنا الجامعة، وللأسف اتوفت من سنتين. ومن وقتها وإحنا على الحديدة، ولا لاقيين شغل كويس ولا حتى مكان نعيش فيه. علشان كده أنا وأسيل قررنا نكسب فلوس، ولكن بطريقتنا الخاصة. تعالوا نكمل الحكاية ونشوف ايه اللي هيحصل. وبعد كام ساعة قعدت اسيل قدام جهاز اللابتوب وقالت: مفيش وظيفة واحدة كويسة، كلهم مرتبات زي الزفت، انا مش عارف الملالين دي هناخدها نعمل بيها ايه. ورد كانت قاعدة سرحانة، واسيل قالت: يا بنتي، هو انا بكلم نفسي؟ ما تردي، هنعمل ايه واحنا اخر قرشين معانا هيخلصوا بكرة؟ انا بس بفكر في حاجة، لو اتحققت احنا هنقب على وش الدنيا وهنعيش مرتاحين. وايه بقى اللي انت بتفكري فيه؟ هو يكون مشروع من مشروعاتك الفاشله؟ عارفه البت امل اللي كانت معانا في الكليه، البت دي اللي مصديه، اللي كنا بنتريق عليها وبنعمل فيها مقالب. اه ده ما كانش في حد في الدفعه الا لما كان يقع على نفسه من الضحك لما يشوفها. تخيلي ان البنت دي وقعت على مليونير واتجوزته، لو شفتيها بعد عمليات التجميل مش هتعرفيها. مليونير مره واحده؟ اه يا بنت المحظوظه. طب دي وقعت عليه فين؟ ما اعرفش. انا بقى بفكر لو بس نلاقي واحد كده متريش يصرف علينا شوية بدل ما احنا متبهدلين بالشكل ده. هو ده هنلاقيه فين، في بنك الحظ ولا في سوق الخضار؟ لا، على اللابتوب اللي انت قاعدة قصاده ليل ونهار، وهو نطلع منه بفايدة. اخدت ورد جهاز اللابتوب وكانت بتعمل سيرش عن رجال الاعمال اللي في مصر، واخيرا ابتسمت وقالت: انا خلاص لقيت اللي انا عاوزاه، يلا قومي غيري هدومك وتعالي معايا. ما تفهميني بالظبط هتعملي ايه؟ غيري هدومك بس وانا هفهمك كل حاجه في الطريق. اسيل كانت هتمشي بس وقفت وقالت: طب هنروح فين بقى؟ انا محبش ابقى زي الاطرش في الزفه كده. يوه، انت شكلك هتعطليني، لو هتتاخري هروح لوحدي. جريت اسيل غيرت هدومها وورده اخدتها ومشيوا. وبعد وقت قصاد شركه المرشدي للسياحه وقفت ورد جنب اسيل وقالت: صاحب الشركه دي غني قوي، ده من اغنى الناس هنا في مصر، انا قريت انه عامل حفله في بيته بمناسبه افتتاح فرع جديد لشركته. ولما هو عامل حفله في بيته احنا جايين هنا ليه؟ علشان نراقبه كويس ونعرف شكله. انت عاوزانا نروح الحفله كده وندور عليه؟ طب اسمه ايه؟ مواصفاته ايه؟ اي حاجه. عيسى، اسمه عيسى المرشدي، اسمي مش بطل وجديد. يا ترى عيسى بقى ده ليه اصحاب كده ولا لا؟ نشوفه بس ونتاكد انه ينفع ولا لا، ونبقى نشوف اصحابه بعدين. وفي شركة المرشدي للسياحة وقف كمال المرشدي مع بنته مرام وقال: صباح الورد والياسمين على أحلى مرام في الدنيا، قوليلي إيه أخبار الشغل النهاردة؟ ما تقلقش، كل حاجة ماشية تمام، حتى كمان لسه قافلة مع الشركة المنظمة للحفلة وقالت لي كل حاجة تمام. والله كنت شايف إن الحفلة دي ملهاش أي لازمة، كنا اكتفينا بالعروض والخصومات اللي الشركة عاملاها وخلاص.
ما انت عارف ان عيسى اللي صمم الحفلة دي بيقول انه عازم فيها ناس اجانب هيمضي معاهم عقود جديدة. طيب على بركة الله. اه كنت هنسى، بقولك ايه، ما تنسيش اننا مسافرين الصعيد اخر الاسبوع ده. طب تروحوا وتيجوا بالسلامة. روحوا انتوا وانا هقعد هنا اخلي بالي من الشغل. تقعدي هنا فين يا بكاش انتي؟ جدك طالبك بالاسم وقال انك لازم تكوني قبلنا كمان. ما انت عارف يا بابا ما بحبش جو الصعيد والحر وكده، ما تخليني انا هنا وانتوا مسافروا وسيبوني. هي كلها اسبوع ولا اسبوعين ونرجع، اعتبريها انك بتفصلي شوية عن ضغط الشغل. ماشي يا بابا، امري لله علشان خاطرك بس. اعرفكم بمرام المرشدي، بنت جميلة بتحب شغلها جدا وقررت انها تركز في الشغل وبس بعد ما فشلت في اول قصة حب ليها، ولكن مين عارف مش يمكن تلاقي الحب اللي ضاع منها زمان. وفي مكتب عيسى المرشدي وقف بعد ما رمى الورق في الارض قدام السكرتيرة وقال بعصبية، ده لو عيلة لسه في ابتدائي كانت عرفت ترتب الورق ده اكتر من كده، اتفضلي خدي حاجتك وروحي اي قسم تاني. يا عيسى بيه انا، قطعها عيسى وقال، اتفضلي نفذي اللي قلتلك عليه وكلمة كمان اعتبري نفسك مرفوضة. السكرتيرة لمت الورق وخرجت وكانت عيونها مدمعة. قابلها اكرم ابن عم عيسى وشريكه وقال، انا مش عارف الجاحد اللي جوه ده جاله قلبي زعلك ازاي، بس ده انا لما ببص في وشك بنسى انا كنت عاوز اقول ايه. مستر عيسى نقلني القسم تاني، بليز اكرم اتكلم معاه. لا بالراحة عليا، ما تقوليش اكرم كده مرة واحدة في وشي، قلبي ما يستحملش. بصي انتي خسارة فيه اصلا، ايه رأيك تيجي مكتبي؟ ابتسمت السكرتيرة وقالت له، خلاص اللي تشوفه. قطعهم صوت عيسى اللي قال، يا حنين انتي واقفة عندك بتعملي ايه؟ اتفضل ادخل وقولي عملت ايه في اللي كلفتك بيه. دخل عيسى المكتبه ووراء اكرم اللي قال، يا عم بالراحة شوية خليني اخد نفسي، انت ايه ما بتتعبش من كتر التفكير والشغل؟ هاخلص وقولي اتفقت مع شركة النقل ولا لا؟ الاوتوبيسات هتكون جاهزة النهاردة والرحلات كمان، تقدر تبدأ حجز من بكرة. طب تمام كويس. اه ما تنساش تشوف لي سكرتيرة كويسة بدل البنات النص كم اللي انت بتشغلهم دول، انا عايز واحدة تكون عاوزة تشتغل بجد. اكرم قعد وحط رجل على رجل وقال، عيسى انت ازاي كده؟ ازاي حياتك جد قوي كده؟ يعني ما نفسكش في مرة كده تسهر تشرب وتروق؟ مسكوا عيسى من هدومه وقال له، لا سيبنا لك انت الترويقة، يلا يا حلو على مكتبك علشان مش فضيلك، ربنا على المفتري والظالم. عيسى ده بقى حاجة تانية خالص، شخص مغرور وواثق في نفسه ودايما يتعصب على اي حاجة، بيحب الشغل المظبوط وملهوش في اللف والدوران، وده عكس اكرم ابن عمه فهو شاب مرح بيحب الضحك دايما والهزار. الاتنين اتولدوا وتربوا في الصعيد ونقلوا حياتهم القاهرة من فترة قصيرة، وده كان بسبب الشغل. وعند ورد واسيل اللي قالت، بقولك ايه انا رجلي ورمت من الوقفة، تعالي نروح ونفوت عليهم بكرة. يا سلام مش هينفع، لازم نستنى هنا كده انتي هتبوظيلي الخطة اللي انا عاملاها. ما انا واقفة معاكي بقالي اكتر من ساعتين وقفايا اتحمص من الشمس، ارحميني هيجيلي ضربة شمس وهتبقى انتي السبب. استني طيب شوية كمان، لو ما خرجش هنمشي ونبقى نيجي بعدين. بلاش نون الجماعة، ها انا مش جاية معاكي تاني اعملي حسابك. قطعهم خروج عيسى ومعاه اكرم ووقفوا يتكلموا قدام الشركة. اهو هو ده عيسى المرشدي، انا شفت صورته النهاردة، بس تصدقي ده احلى مليون مرة من الصورة. اسيل انتبهت وشافت اكرم وقالت له، ومين المز اللي معاه ده؟ لا انا شكلي هدخل العملية دي بقلب جامد علشان تعرفي بس ان عندي حق. طب ودلوقتي بقى هنعمل ايه؟ يلا تعالي نتعرف عليهم. لا طبعا انتي مفكراها سهلة كده، بصي خلينا نروح دلوقتي ونفكر ونتكتك ونشوف هنعمل ايه. وعند عيسى اتكلم وقال، زي ما فهمتك السكرتيرة عاوزها محترمة بالمواصفات اللي قلت عليها، على فكرة انت سمعتك سبقاك وطبعك ده مطفش نص بنات مصر، محدش هيرضى يشتغل معاك تاني. هأحسن برضو شوف لي راجل يشيل مسؤولية، بلاش دلع ماسخ. ولا ده كمان، مين اللي هيقبل كل يوم والتاني يطرد على أتفه الأسباب؟ ما تعقدهاش انت واعمل الإعلان زي ما قلتلك. خلص عيسى كلامه وركب عربيته ومشي، وأكرم وقف يبصله بضيق وقال له، انا مش عارف انا مستحملك ازاي، يلا كله علشان خاطر عمي كمال. اتفاجئ اكرم لما لقى ايد بتتحط على كتفه وسمع صوت كمال اللي قال، هو ايه اللي عشان خاطري؟ والله يا عمي انت جيت في وقتك، انت ابنك عيسى ده مستحملينه ازاي؟ ده ما يتعشرش ابدا. ضحك كمال وقال له، عيسى طبعه صعب بس والله طيب وحنين. طيب ماشي انما حنين لا، ده اصلا ما عندوش قلب، تصدق انه لغايه دلوقتي طارد اكتر من 20 سكرتيره وكلهم من غير سبب.
والله انا اتكلمت معاه كتير وهو فعلا طبعه صعب بالذات في الشغل. يلا ربنا يهديه. رجعت ورده ومعاها اسيل للبيت، واتفاجئوا لما لقيوا صاحب الشقه واقف. ورده قالت: ازيك يا عم جمال، معلش احنا نتاخر الشهر ده على الايجار. لا احنا ما اتفقناش على كده. انا عاوز الايجار الشهر اول باول، هو الشهر ده بس اللي هنتاخر عليه، معلش اصل احنا بندور على شغل تاني. هديكم مهلة 10 أيام اتصرفوا فيهم، وإلا هضطر أشوف ناس غيركم. خلص جمال كلامه ومشي. وأسيل بصت لورد وقالت: وبعدين هنعمل إيه؟ إحنا كده مش هنلحق نتصرف. تعالي جوه خلينا نقعد نتكلم بدل وقفتنا على السلم كده. البنتين دخلوا وأسيل قالت: راجل يا ساتر يا رب، ما عندهوش رحمة، عنده استعداد يرمينا في الشارع علشان خاطر اتأخرنا عليه في الإيجار. وردة قعدت وقالت: وهي يعني جت عليه؟ ما احنا طول عمرنا بنتنقل من مكان لمكان بعد ما بنطرد بسبب الايجار المتكوم. خلينا دلوقتي نجهز للحفلة ونبقى نفكر في موضوع الايجار ده بعدين. وقفت اسيل ومعها ورد، والاتنين راحوا يستعدوا لحضور حفلة عيسى المرشدي. وبعد كام ساعة في الحفلة وقفت اسيل وقالت: ويتر؟ يعني انا على اخر الزمن اشتغل ويتر؟ يلا الحمد لله يا رب، احسن من مفيش. ردت ورد وقالت: انا عاوزاكي تركزي كويس قوي مع ترابيزه اللي اسمه عيسى، ما تشيليش عينك من عليه، لازم نحفظ تحركاته. ليه؟ هو احنا هنقبض عليه؟ انت مكبره الموضوع قوي على فكره. هي بنتي عاوزه افهم شخصيته، بيحب ايه ما بيحبش ايه كده. طيب انا هروح اقدم المشروبات وانت خليكي ورايا باقي الاطباق. ورد واسيل كانوا طول الوقت مركزين مع عيسى اللي كان مشغول في الحفلة ومع العملاء اللي بيمضي معاهم العقود. وفي نهاية الحفلة وقفت أسيل وقالت: عندي ليكي خبر بمليون جنيه، وهيسهلك كمان انك تقربي من عيسى. خبر ايه بقى اللي سمعتيه؟ عيسى عاوز سكرتيرة، انا سمعت اكرم ابن عمه وهو بيطلب من موظف عنده ينزل اعلان. لا اكيد عاوزها بتعرف لغات ويكون معها مؤهلات عالية، وانا يدوب معها خدمة اجتماعية. قدمي مش هتخسري حاجة، ان شاء الله تشتغلي حتى في البوفيه، اهو يبقى لك رجل في الشركة. ورد فكرت وقالت: صح معاكي حق، لازم اعمل كده. تاني يوم ورد كانت معاها السي في بتاعها وراحت شركة المرشدي علشان تقدم اوراقها، والغريب انها اتقابلت في نفس اليوم واكرم قعد معاها وفهمها على كل حاجة، حتى كمان حذرها من طبع عيسى السيء. ورد كانت بتتعامل مع عيسى من بعيد لبعيد في اطار الشغل وبس، وفي نفس الوقت بتحاول تعرف طباعه وازاي تقدر بعد كده تقرب منه. وبعد اسبوع في عربية عيسى، كان عيسى واكرم وكمال ومرام مسافرين الصعيد، واتكلم عيسى وقال: ما تعرفوش جدي ليه جمعنا كده كلنا؟ اكيد في حاجة مهمة. اتكلم كمال وقال: علمي علمكم، انا ما اعرفش، كل اللي اعرفه انه اكد عليا كلكم لازم تكونوا موجودين، يمكن يكون هيتجوز ولا حاجة. ما تلم نفسك، يتجوز ايه؟ خلي كلامك جد شوية، جدك ما بيحبش الهزار اللي من النوع ده. مرام كانت سرحانة، وكمال فوقها وقال: مالك يا مرام، من وقت ما ركبنا العربية وانت ساكتة. لا مفيش، بس انا شكلي ما نمتش كويس امبارح وكنت هنام عقبال ما نوصل. تمام نامي يا حبيبتي دلوقتي، وعلى اول البلد هصحيكي. مرام اتصنعت النوم، وكمال بص لعيسى وقال: امال ايه اخبار السكرتيرة الجديدة؟ لأول مرة في سكرتيرة تقعد معاك اسبوع كامل. عيسى بص لأكرم بغيظ، وأكرم قال: سمعتك سبقاك، حتى أبوك عارف أنت بتعمل فيهم إيه. اتكلم عيسى وقال: مع إنها مش داخلة دماغي قوي وشكلها ما بتفهمش، بس هي بتحاول تتعلم، والأهم إنها ما بتجادلش كتير. أكرم ضحك وقال: والله لو عملناها لك حتى عمولة برضو مش هتعجبك. كلهم ضحكوا، وعيسى قال: ماشي، عموما لينا استراحة ننزل فيها، ولولا بابا ومرام أنا كنت عرفت شغلي معاك. وبعد كام ساعة وصل عيسى وكلهم نزلوا من العربية، وكان الجد باستقبالهم. اتكلم الجد فاروق وقال: يا اهلا يا اهلا، واخيرا افتكرتونا وافتكرتم ان ليكم جد تسألوا عليه. اتكلم عيسى وقال: ما تقولش جده يا جدي، احنا عمرنا ما ننساك، انت عارف مشاغلنا اللي في مصر، ومشاغلكم دي تنسيكم ان ليكم جد قاعد لوحده هنا كل يوم عنده امل انكم تيجوا تطلوا عليه. ما انا قلتلك يا والدي تيجي تقعد معانا ومنها تغير جو شوية. لا انا كيف السمك، ما اقدرش اعيش بعيد عن اهلي وناسي، لو خرجت برا الصيد اموت. اتكلم اكرم وقال: ربنا يديك طول العمر، تعالى خلينا ندخل، انت واقف من بدري مستنينا وشكلك تعبان. كلهم دخلوا للبيت، والجد قال: الوقت اتاخر دلوقتي، اطلعوا اوضكم ارتاحوا وبكره نتكلم ونشوف انا جمعتكم ليه. كلهم وافقوا الجد لانهم كانوا تعبانين من السفر، وكل واحد طلع اوضته ونام. وتاني يوم اجتمع الجد فاروق بيهم وقال:
طبعا كلكم مستغربين جمعتكم ليه، وخصوصا اني خابر زين انكم مشغولين في اعمالكم، وبالذات عيسى. اتكلم كمال وقال: انت تجمعنا في اي وقت يا والدي، مفيش اي حد ممكن يتأخر عنك. انا في خبر وعارف ان كلكم هتتفاجئوا بيه، ولكن جه الوقت اللي لازم اقوله، وخصوصا اني خلاص حاسس اني منفرج قريب. اتكلم عيسى وقال: خير يا جدي، انت كويس؟ صحتك كويسة؟ الحمد لله بخير. المهم اني جمعتكم عشان اقول لكم اني مش كمال هو ابني الوحيد. اكرم اتكلم وقال: ما احنا عارفين ان بابا الله يرحمه كان اخو عمي كمال التوأم. لا مش ده قصدي، كمال وابوك الله يرحمه كان ليه اخت تانية، انا اتجوزت امها في السر وخلفت منها بنت اسمها فريال. كلهم كانوا مصدومين، ومرام قالت: يعني انا ليه عمة اسمها فريال؟ طب وفريال دي فين؟ وليه اتجوزت امها في السر؟ الموضوع يطول شرحه. المهم ان فريال دي اختفت من سنين، واني معرفش عنها حاجة لغاية من شهر تقريبا عرفت انها توفت وهي بتولد. اتكلم عيسى وقال: طب طالما توفت ليه بتقول لنا الحكاية دي دلوقت، طالما احنا مش هنقدر نشوفها ولا هي تشوفنا؟ عشان ان اكتشفت ان ليها حفيدة ضايعة من زمان، والاكيد ان الدنيا بهدلتها بعد وفاة امها. اتكلمت مرام وقالت: بصراحة الحكاية غريبة وانا مش قادرة اصدق. انا عاوزكم تدوروا على حفيدتي بنت فريال دي، ولازم تلاقوها، لازم تيجي هنا وتاخد حق امها اللي اتحرمت منه. وقتها فاروق كان حاسس بألم في صدره وما تحملش، وكان هيقع له لأكرم وعيسى اللي حقوه. وكمال بص لمرام وقال: اتصلي بالإسعاف بسرعة، انا ملاحظ من بدري انه تعبان. اتكلم فاروق وقال: مش هتلحق توصل، اسمعني يا كمال، وصيتي ليك انك تلاقي البنت دي وتسلمها ورث فريال الله يرحمها، وخليها تسامحني على اللي عملته فيهم. اتكلم عيسى وقال: اهدى يا جدي وبلاش تتكلم علشان ما تتعبش، واللي انت عاوزه احنا هنعمله لك. اخر حاجة انا عاوزكم ترجعوا تعيشوا هنا في الصعيد، البيت ده لازم يفضل مفتوح، دي وصيتي الاخيرة، واللي هيخالفها اني مش هسامحه ابدا. فاروق الالم اشتد عليه وبدأ يلفظ انفاسه الاخيرة، وعلى ما وصلت عربية الاسعاف كان خلاص انتهى. وفي القاهرة وردة قعدت على السفرة وقالت: فول، انا معدتي خلاص نشفت من كتر اكل الفول والجبنة، نفسي كده في فرخة، لحمة، اي بروتين حيواني. احمدي ربنا، وبعدين على قد فلوسنا، هو انا يعني معايا ومخبية؟ المهم انت جبتي فلوس الايجار دي منين؟ ده لسه بدري على ميعاد قبض المرتب. اخدت سلفة، اتكلمت مع موظف الحسابات وعرفت ظروفي، وهو وافق واداني مبلغ صغير على قد الايجار، رحت دفعته لصاحب الشقة. انا كنت بفكر ابيع اللابتوب بتاعي، خلاص ملهوش لازمة. لا طبعا، تبيعي ده ايه؟ بصتي انت ممكن تشتغلي اي حاجة من على النت مؤقتا لغاية ما لقيلك شغل في الشركة معايا. ماشي، هحاول امشي نفسي في اي حاجة، بس قوليلي ايه اخبار عيسى؟ دمه تقيل، انا مش عارفة هتحمله ازاي، حاسة ان حوار اننا نقلبه في قرشين ده مش هينفع ابدا، جد قوي ومش مديني فرصة اقرب منه. هو انا بقول كده برضو، بقولك ايه، سيبك منه، لو مرتبك في الوظيفة دي كويس تمام، لو مش تمام خلينا نشوف حد تاني. انا بفكر استنى زي ما انا واصرف نظر عن الحكاية التانية، وانتي كمان تشوفي وظيفة حلال وهناكل منها عيش. ونقابل ولاد الحلال بقى، ونتجوز ونعيش في تبات ونبات، ونخلف صبيان وبنات. لا فوقي من احلام العصاري دي يا حبيبتي، مفيش حد بيقبل يتجوز واحدة عاشت وتربت في ملجأ، حطيها حلقة في ودنك. بصت لها اسيل بحزن وسكتت. وفي الصعيد انتهى العزاء، ومرام قربت من كمال وقالت: بابا انت لازم ترتاح، انت طول النهار واقف على رجلك كده، انت هتتعب واحنا كلنا محتاجينك. مرام عندها حق، روح انت ارتاح، وانا واكرم هنفضل واقفين لغاية ما باقي الناس تمشي. كمال هز راسه وراح مع مرام، وكان باين عليه التعب والحزن. واكرم بص لعيسى وقال: عمي كمال شكله تعبان، انا اتصلت بالدكتور، خليه يجي يقيس له الضغط ويشوفه. كويس انك عملت كده، اكيد اللي حصل ده مش سهل عليه، بابا كان مرتبط بجدي قوي. طب وهنعمل ايه في وصية جدك؟ انا لغاية دلوقتي مش قادر اصدق ان جدك كان متجوز في السر وخلف بنت كمان. الله اعلم السبب كان ايه، مش وقته دلوقتي، احسن حد يسمعك، خلينا نبقى نتكلم بعدين في الموضوع ده. وبعد يومين نزلت مرام تتمشى، واتفاجأت لما شافت امير حبها الاول، حاولت تتجاهله وتمشي وتسيبه، الا انه وقف قدامها وقال: لسه عيونك زي ما هي، مهما فات عليها الزمن لسه بتشدني ليها، وحشتيني يا بنت المرشدي، لو سمحت واسع من طريقي، ما ينفعش كده، ممكن حد يشوفنا ويروح يقول لمراتك. لغوة بتوع القاهرة اللي بتتكلمي بيها ما غيرتش فيك حاجة، لسه قلبي بينبض اول ما بيسمع صوتك.
يوه، انت عاوز مني ايه بقى؟ هو مش انت خلاص اتجوزت وكل واحد راح لحاله؟ انت عارفة زين ظروف جوازي اللي ما كانتش بارادتي، ولو عليا كنت رجعت الزمن وما اتجوزتش غير اللي اختارها قلبي، ولو الزمن يرجع بيا كنت دوست على قلبي قبل ما يختارك. اطلع من الوهم ده يا امير، وروح شوف مراتك اللي سايبها في البيت وجاي دلوقتي تتسلى بيا. انا خلاص انفصلت عن حنان، هاني وهي ما كانش ينفع نكمل سوا. حتى ده كمان ما يهمنيش، انت خلاص حكاية وانتهت. خلاص خلصت مرام كلامها وسابته ومشيت وهي حبسة دموعها قبل ما تنزل قدامه. رجعت مرام البيت، واول ما دخلت اوضتها راحت قعدت على السرير وافتكرت اللي حصل قبل 5 سنين، فلاش باك. خلصت مرام المحاضرة وامير وقف معاها وقال: انسة مرام، في ملاحظات بخصوص البحث اللي قدمتيه، يا ريت تبقي تعدي عليا في المكتب ونتناقش هناك. حاضر، هاجي لحضرتك دلوقتي. خلص امير كلامه ومشي، وحنان زميلتها قربت من مرام وقالت: دكتور امير شكله معجب بيكي على الاخر، ده ما بيهتمش بحد قد ما بيهتم بيكي، يا بختك بيه. لا طبعا، ايه اللي بتقوليه ده؟ كل الحكايه ان عيسى اخويا موصيه عليا، ما انت عارفه هم اصحاب من زمان. عليا الكلام ده؟ يا بنتي ده انا صاحبتك، وعيب لما تخبي عليا انك معجبه بيه، وهو كمان من الواضح انه معجب بيكي، ده لو ما كانش بيحبك. يوه، هاني ماشية، هروح أشوفه عاوز يقول لي إيه عشان الحاجة روح قبل العصر. مرام خلصت كلامها ومشيت وراحت لمكتب أمير وقالت: خير يا دكتور أمير، إيه الملاحظات اللي في البحث بتاعي وعاوز تقولها لي؟ طب اقعدي الأول واشربي حاجة وخلينا نتكلم. على فكرة زمايلي بدأوا يلاحظوا إنك مهتم بيا ومميزني عنهم، وكل شوية تبعتلي في مكتبك، وأنا ما بحبش حد يتكلم عني بالسوء. أمير وقف وقرب منها وقال: قطع لساني اللي يجيب سيرتك بحاجة وحشة، عموما انا حبيت اقولك اني معجب بيكي، ومش من دلوقتي، لا من زمان قوي. مرام اتكسفت، وامير قال: وعشانك ده انا كلها كام يوم وهكلم عيسى اخوكي واجيب اهلي ونيجي نطلب يدك رسمي، والحد ده ما يحصل انا مش هينفع اجيلك هنه تاني، مش عاوز حد يجيب سيرتي بالباطل. خلصت مرام كلامها وخرجت من المكتب، واتفاجئت لما لقيت مجموعة من الشباب متجمعة وكلهم واقفين يتهمسوا. واحد من الشباب قال: عاملنا فيها مؤدبة ومحترمة وهي مقضيها مع الدكاترة. رد واحد تاني وقال: ما هي النوعية دي كده بتعمل كده عشان ينجحها، امال انت مفكرها بتطلع كل سنة الاولى على الدفعة ازاي؟ مرام ما قدرتش تستحمل كلامهم وجريت بسرعة مشيت وسابتهم. باك رجعت مرام من ذكرياتها على صوت الباب اللي كان بيخبط، مسحت دموعها وفتحت الباب، واتفاجئت لما شافت كمال ابوها اللي قال: شفتك راجع من بره، قلت اكيد هتعدي عليا، بس ما جيتيش، قلت اجي واشوفك مالك. مرام اترمت في حضنه وقالت: بابا انا عاوز ارجع القاهره ومش عاوز استنى هنا. ليه بس كده يا بنتي؟ انت مولوده هنا وكنت بتحبي تعيشي هنا، ايه اللي حصل؟ ما بقتش عاوزه اعيش هنا ولا عاوزه حاجه تفكرني باي حاجه زمان. بابا انا تعبانه قوي. كمال حضنها اكتر وقال: طب اهدي دلوقتي وانا هشوف الموضوع ده. وفي المكتب عيسى كان قاعد على المكتب وبيراجع بعض الاوراق، واكرم قاعد قصاده قال له: طب وبنت عمتك في ريال دي هنوصل لها ازاي؟ احنا حتى ما نعرفش اراضيها. اللي عرفته ان عمتك كانت متجوزه واحد، والواحد ده عرفت اسمه، هخلي واحد صاحبي ظابط يشوفه لنا فين من خلال الاسم، ولما نوصل له اكيد هنوصل لبنته. طب وافرض كان مات هو كمان؟ حتى لو مات برضه هنعرف نوصل لبنته. المهم دلوقتي انا نويت استقر هنا في الصعيد. ايوه اجلب بقى على اللغوة الصعيدي وقول لي هتستقر ازاي ومصالحنا اللي في مصر. هشغلها من هنا، وكمان هبقى سافر كل اسبوع ولا اسبوعين اباشر الشغل بنفسي. انت عاوز تستقر هنا عشان وصية جدك ولا عشان حاجة تانية؟ هاول هام عشان وصية جدك، تاني هام عشان انا مش عاجبني جو مصر والزحمة، انا حابب العيشة هنا اكتر. بقول لك ايه، انت ما بتفكرش تتجوز؟ يعني تشوف لك بنت صادية كده جدعة تستحملك وهتخلف لك عيال ونكبر العيلة. مش وقته دلوقتي الكلام في الموضوع ده، المهم انا هسافر بكرة وانت هتبقى معايا عشان ننجل مقر الشركة الرئيسي اللي هنا عشان يبقى تحت ادارتي مباشرة. تمام. طب وعمي كمال ومرام هتسيبهم هنا ولا هيجوا معانا؟ اعتقد ان بابا مش هيسيب الصعيد دلوقتي عشان وصية جدي، عموما انا هقول له لو حابب يجي معانا ولا حاجة. اكرم وقف وقال: طب وانا عندي كم مشوارك ده، هروح اعملهم وبرجع لك. وفي القاهره اسيل راحت تزور ورد في مكتبها. ورد قالت: سمعت انه جاي بكره وناوي ينقل مقر الشركه في الصعيد، واحد من الموظفين بيقول ان دي وصيه جده. يا حزنك يا ورد، مالكيش بخت ابدا، يوم ما تلاقي وظيفه كويسه
وقلنا خلاص هنتوب ونبطل نصب، الشركة تصفي وإيه وهتنقل الصعيد. بس بقى أنا من وقت ما عرفته وأنا متضايقة قوي ومش عارفة هعمل إيه. أنا ما صدقت لقيت وظيفة بالمرتب ده. طب ما ننقل الصعيد إحنا كمان، خلينا نقلب عيشنا هناك، يمكن ربنا يفتحها في وشنا. لا طبعا، إحنا ما نعرفش حاجة هناك، ومين قالك لما أنقل الصعيد هيشغلوني؟ ما يمكن يرفض يشغلني. يبقى ما فيش غير حل تاني. أنا عندي فكرة كده وخايفة أقولك عليها، مع إني بخاف من أفكارك، بس قولي. تجبريه يتجوزك ووقتها تقلبيه في قرشين وتخلعي. وده هجبره إزاي؟ إيه، همسكه من إيده وأروح للمأذون ولا هغصبه على الجواز؟ لا، في حاجة كده هقولك عليها، بس على الله تطولي لسانك عليا. ها، في الأول وفي الآخر أنا عاوزة مصلحتنا، مع إني بخاف منك لما بتفكري، بس قولي. ها، ناوية على إيه؟ وبعد يومين في مكتب عيسى اللي في القاهرة، كل الموظفين اتجمعوا على صوت صراخ جاي من جوه، وأكرم كان أول واحد يفتح الباب، واتفاجئ لما شاف عيسى بيحاول يقرب من وردة غصب عنها. أكرم جري بسرعة وبعده عنها وقال: أنت اتجننت؟ إيه اللي بتعمله ده؟ عيسى فوق، أنت شارب حاجة ولا إيه؟ عيسى من الواضح إنه ما كانش في وعيه، ووردة كانت هدومها متقطعة، وعيطت وقالت: حرام عليك، أنت عملت كده ليه؟ أنا مش ممكن أسكت، أنا هروح القسم دلوقتي وأقدم فيك بلاغ. أكرم لقى الموظفين كلهم متجمعين وشايفين اللي حصل، حاول يخرجهم من الأوضة وقرب من ورد وقال: ما تخافيش، قوليلي هو عيسى عمل إيه بالظبط، ومين كان عنده في المكتب قبل ما أنت تدخلي؟ ورد مسكت دماغها وكانت بتعيط، وأكرم قال: اهدي طيب وما تخافيش، واني مش هعملك حاجة. وقفت ورد وقالت: أنا مش ممكن أسكت على اللي حصل، الموظفين شاهدين هو عمل فيا إيه، أنا لازم أروح وأعمل له محضر وأخد حقي بالقانون. أكرم قرب منها وقال: اسمعي مني، إحنا ممكن نحل الموضوع بشكل ودي، شوفي أنت عاوزة كام، وتقولي إن عيسى ما عملش فيك كده. أنت فاكرني إيه؟ فاكرني واحدة من الشارع علشان أبيع نفسي؟ لا يا أستاذ، أنا واحدة شريفة وعمري ما أقبل بكده أبدا. وردي كانت هتمشي، بس أكرم مسك إيديها وقال: إيه اللي يريحك؟ شوفي أنت عاوزة إيه وأنا أعملهولك، المهم إن الموضوع ده ما يخرجش بره المكتب ده. ورد ابتسمت بخبص وقالت: لازم يجيب المأذون ويتجوزني، مفيش حل للفضيحة اللي حصلت دي غير كده. بص أكرم لعيسى والشكله المتبهدل والعرق اللي مالي وشه وقال له: أنا مش عارف مين اللي ورا اللي حصل ده، بس مفيش حل تاني، لازم توافق. ورد مثلت إنها كانت بتعيط وقالت: أنا مش ممكن أسامحه على اللي حصل ده أبدا، أنا مش عاوزة غير إن المأذون يجي ويخلصني من الفضيحة دي، إن شاء الله حتى نتطلق بعد يومين. طب اهدي بس دلوقتي وكلمي حد يجيب لك هدوم تانية بدل اللي اتقطعت دي، وانا هروح اجيب المأذون ومشي الموظفين اللي بره. اكرم كان هيخرج بس ورد قالت: لا ارجوك، اوعى تمشي وتسيبني معاه تاني، انا مش عارفة ممكن يعمل فيا ايه تاني. اكرم بص لعيسى وقال: طب انا هاخده معايا واغسل له وشه واخليه يشرب قهوة ولا حاجة، يمكن يفوق من اللي هو فيه ده. اكرم اخد عيسى وخرجوا من المكتب، وورد ابتسمت وهي بتبص حواليها وقالت: تسلم افكارك يا بنتي يا اسيل، لاول مره احس انك طلعتي بتفهمي. اه صح، لازم اتصل بيها تجيب لي هدوم وتيجي تحضر كتب الكتاب. اتصلت ورد باسيل اللي جت بعد نص ساعه تقريبا. ورد غيرت هدومها واسيل قعدت وقالت: انت لازم تحكي لي اللي حصل من اول ما حطيتي له النقط اللي اديتها لك في القهوه لغايه ما حاول يقرب منك. وعند عيسى اللي مسك دماغه بقلم من كتر الصداع وقال: مش فاكر اي حاجه حصلت، كل اللي فاكره انها دخلت بصنيه القهوه وكنت طالب منها العقود الاخيره عشان ارجعها، ولما شربت من القهوه حسيت بصداع جامد وبعدها مش فاكر حاجه. يعني مش فاكر انك حاولت تجرب منها وكمان قطعت هدومها؟ ده انا دخلت لقيت البت منهاره. عيسى كان مصدوم من اللي بيسمعه وقال: لا مش ممكن، انا يستحيل اعملك ده، البت دي بتكذب، اكيد عامله الحوار ده عليا عشان تطلع بقرشين. للأسف الموظفين شاهدين عليك، كلهم شافوك وانت بتحاول يعني. قطع عيسى لما وقف وقال بغضب: انت لازم تعرف مين ورا اللي حصل ده، هو البيت دي مين اللي باعتها عشان تعمل معايا كده؟ اكيد حد من المنافسين. قبل ده ما يحصل لازم تتجوزها، وإلا الموضوع ممكن يوصل للصحافة ووقتها هتبقى فضيحة. اتجوز مين؟ انت اتجننت؟ لا مش ممكن اتجوز واحدة زي دي، مفيش حل تاني. انا عرضت عليها تاخد فلوس وتسكت، بس هي رفضت وصممت على الجواز. طالما هي اللي صممت يبقى تتحمل بقى اللي هعمله فيها، انا بقى هعرف اندمها كويس على اللي حصل. بص المهم ان الموضوع يعدي، اتجوزها يومين ثلاثه وبعدين طلقها واديها قرشين، وكده يبقى نخرس اي لسان ممكن يتكلم عليك. عيسى قعد وكان بيفكر في كلام اكرم وقال: كلم المأذون، خليني اشوف اخرها ايه ومين وراها، البنت دي لازم تتكلم. وفي المكتب
اتكلمت أسيل وقالت: طب وعملت ايه في فنجان القهوة؟ افرضي اللي اسمه أكرم ده أخده وحلله وعرف إنك حطاله النقط. أنا طبعا بعد ما خرج بدلته بفنجان تاني، والفنجان الأولاني غسلته كويس، وسبت فنجان القهوة مكانه على المكتب علشان لما يرجع يلاقيه. طب كويس، يا ترى بقى هنطلع لنا بكام من الموضوع ده؟ بقولك ايه، أنا ليا النص. أنا صاحبة الفكرة. بقولك ايه، أنا لغاية دلوقتي مش قادرة أصدق اللي عملته. أنا مش متخيلة إن ممكن أتجوز البني آدم ده. أنا خايفة لما يفوق يجي ويرفض الجواز. وقتها لازم يكون قلبك قوي وتخرجي وتصممي إنك تروحي تعملي محضر، وهتبقى قضية، ووقتها هيدفعلك تعويض مش قليل. ماشي، أهي أي حاجة والسلام، بس اعملي حسابك بعد الموضوع ده ما ينتهي إحنا هناخد الفلوس منه نشتري شقة وندور على شغل بالحلال ونبطل العك ده. يا ريت، ومين سمعك؟ أنا بحلم باليوم ده من زمان. تعدي بس على خير، وأنا وعدك إني هتوب ونقرب من ربنا كمان. في الصعيد قعد كمال على ترابيزة السفرة وقال لمرام: عاملة إيه دلوقتي؟ بقيتي أحسن؟ هزت مرام راسها وابتسمت وقالت: الحمد لله. بابا، هو إحنا ينفع نرجع نعيش في القاهرة؟ عشان خاطري أنا مش حابة أكمل حياتي هنا. ما أنت سمعتي بنفسك وصية جدك يا مرام، أنا مستحيل أكسرها. أنا زمان سافرت وعشت هناك، وده كان عشانك أنتي، إنما دلوقتي مش هقدر أوافق. ردت مرام بحزن وقالت: أنا مش حابة أعيش هنا، مش عاوزة. قطعها كمال لما قال بضيق: عشان أمير، مش كده؟ إيه، أنتي شفتيه تاني؟ مش قلنا الموضوع ده خلاص اتقفل من سنين، مش عاوزين نفتحه تاني. مرام عينيها اتملت بالدموع وهزت راسها، وكمال قال: ليه يا بنتي بتعملي في نفسك كده؟ هو دلوقتي عايش حياته بالطول وبالعرض، وانت اللي قاعده حزينه. غصب عني يا بابا، صدقني غصب عني. انا فكرت اني نسيت، ولكن اول ما شفته الجرح اتفتح تاني وكانه لسه امبارح. حط كمال ايده على وشها وقال بحب: طب كلي دلوقتي، ولما تخلصي انا هاخدك فسحه حلوه قوي ونلف المزرعه كلها زي زمان، ايه رايك؟ ابتسمت مرام وبدات تاكل، وللحظه سرحت ورجعت بذكرياتها للماضي، فلاش باك. دخلت مرام لواحد من المطاعم العامة، وكان أمير قاعد مستنيها وقال: أنت مش قلتلي إنك هتكلم عيسى؟ ليه لغاية دلوقتي ما كلمتهوش؟ أنا ما بجيتش عارفة أروح الجامعة بسبب الكلام اللي بيلسنوه عليا. طب اهدي وقعدي، خلينا نتكلم بهدوء. قعدت مرام وقالت: أنا الأول مرة أكذب بسببك، خرجت النهاردة وقلت لبابا إني رايحة أزور واحدة صاحبتي. أنا آسف يا مرام، آسف على كل حاجة عملتها معاكي، آسف على كل لحظة أذيتك فيها. ما تتأسفش يا أمير، كل واحد هيحط لسانه في بقه لما انت تتقدم لي رسمي ونتخطب، بس الخطوة دي صعبة دلوقت، أصل حصل ظروف عندي. وقطعته مرام لما وقفت وقالت: ظروف ايه دي؟ طب على الأقل كلم عيسى وتبقى جراية فاتحة، أنا مش عارف أحضر المحاضرات. أمير بصلها بحزن وقال: مش هقدر دلوقتي. بصت له مرام بحزن ومشيت وسابته، وكانت بتعيط، وحنان صاحبتها كانت واقفة مستنياها برا المطعم وجريت عليها وقالت: في ايه؟ بتبكي كده ليه؟ هو عمل حاجة؟ بيقول لي عنده ظروف ومش هينفع يطلب يدي من عيسى دلوقتي. بقول لك ايه، اللي اسمه أمير ده شكله بيلعب بيكي، سابك دلوقتي بعد ما بوظ سمعتك. انا بس لو اعرف مين اللي لم علي الدفعة وقال لهم اني في مكتب دكتور أمير. مش مهم مين عملك ده، المهم انك تسيبك خالص من اللي اسمه امير ده. يا ريت اقدر، انا بحبه قوي يا حنان، ما انت عارفه اني كنت بحبه من وانا في ثانوي، ودخلت الكليه دي مخصوص علشان اشوفه. خلاص براحتك، انا كنت خايفه عليكي وعاوزه مصلحتك. باك. فاقت مرام على ايد كمال اللي قال: ها رجعنا نسرح تاني؟ ايه الاكل زي ما هو؟ انا خلاص شبعت، يلا بينا بقى علشان نتفسح زي ما وعدتني. وفي القاهره فاقت ورده على صوت المأذون اللي قال: بالرفاء والبنين بإذن الله. بصلها عيسى بسخرية وقال: بنين؟ لا ما اعتقدش، أنا لو عليا كنت طلقتها دلوقتي. خلص المأذون كلامه ومشي، وورد كانت قاعدة جنب أسيل وباين عليها الخوف من نظرات عيسى اللي ما اطمنش. أكرم قرب من عيسى وقال له: طب ودلوقتي هتعمل إيه؟ هتعرف عمي كمال ومرام ولا لأ؟ ملهوش لازمة أصلا، كفاية اللي هم فيه، وكويس إنهم ما رجعوش معنا القاهرة. طب وافرض عرفوا من اي حد؟ ما هو الجواز ده ما بيستخباش. لا يستخبى، لان كلها يومين وهطلقها والموضوع هينتهي. المهم انك لازم تعرف لي مين اللي وراها ومين المنافسين اللي قاصدين يشوهوا سمعتك ده. انا عملت حساب كده وخدت فنجان القهوة اللي انت شربت منه وهبعته للمعمل، لازم اعرف اذا كان هي ورا اللي حصل ده ولا لا. وعند اسيل وورد اللي قالت: قلبي مقبوض، حاسه انه ناوي يخلص عليا، مش شايفه نظراته ليا كانت عامله ازاي؟ معلش
هو برضو تلاقيه مصدوم من اللي حصل، هو مفكر انك انت اللي قصده تعملي كده، انما لما تحسسيه انك ضحيه اكيد هيتعاطف معاكي. طب احنا لازم نقوم دلوقتي ونروح، اكيد يعني مش هروح معاه. وقفت ورد ومعاها اسيل، وعيسى بص لهم وقال على فين بقى ان شاء الله، انا هروح اكيد مش بعد اليوم الطويل ده هبات في المكتب. عيسى وقف وقرب منها وقال بتحذير احنا هنتطلق خلال يومين، انا بنبهك على الله حد يعرف بجوازنا ده، والا ما تلوميش غير نفسك. اطمن وانا اصلا مش عاوزه حد يعرف بحاجه زي دي، ودلوقتي انا لازم امشي. اسيل وورد مشيوا، واكرم استغرب وقال انت هتسيبهم يمشوا كده عادي؟ طب كنت خدتها للبيت لغايه ما الطلاق يتم، هو انا اخدها للبيت اعمل بيها ايه؟ انا اصلا مش طايقها، افرض انها كانت مخططه تسرق ولا تعمل حاجه في البيت، لا خليها بعيد احسن. طب انا عندي كم مشوارك ده هعملهم وهرجع لك، نبقى نتعشى سوا. وتاني يوم صحي عيسى على صوت اكرم اللي قال عيسى فك بسرعه، في مصيبه حصلت ولازم تعرفها، تليفونك افتحه بسرعه. مصيبه ايه على الصبح؟ انا عارف ان انا لازم اتبرى منك عشان المصايب تخف من عليا، وماله تليفوني؟ يا عم فوقك ده وركز معايا، شوف اخبار جوازك ماليه النت. مسك عيسى تليفونه بسرعه واتفاجئ لما شاف خبر مكتوب فيه زواج عيسى المرشدي في ظروف غامضه والطلاق في خلال يومين. قفل عيسى تليفونه بعد ما اتعصب ورماه في الارض وقال البت دي تتصل بيها وتجيبها هنا، اكيد هي اللي سربت الخبر للصحافه. طب قومك ده وغير هدومك ونروح لها ونشوف البت دي اخرها ايه وعاوزه ايه بالظبط. وقف عيسى وقال بحيره مين وراها؟ مين ممكن يكون بعتها تعمل فيا كده؟ انت بعد الفرع الجديد اللي فتحته المنافسين زادوا، طبيعي تلاقي حد بيكرهك لدرجة انه يشوه سمعتك. عموما انا هحاول انزل تكذيب، بس الاول نروح للبنت دي ونعرف منها هي اللي ورا تسريب الخبر ده ولا لا. وعند اسيل اللي ابتسمت وقفلت التليفون وقالت اهو بكده هخليه يطول شوية في الجوازة وغصب عنه يعرف كل الناس بجوازه منك، وانا كده هستفاد ايه؟ مش بعيدة تلاقيه جاي دلوقتي يكسر الباب علينا، وماله اهم الجيران تشهد والفرحة تبقى دبل. اسيل انتي غلطانة في الموضوع ده بالذات، كان لازم ترجعي لي الاول، الموضوع هيكبر كده وانا مش عارفة ردة فعله ايه، ولا هيكبر ولا حاجة، انتي بكرة تشكريني وما تنسيش اني بعمل كل ده علشان مستقبلنا. اتفاجئت ورد من صوت جرس الباب والخبط الجامد، وقفت وقالت في ايه ومين بيخبط كده؟ مش عارفة انا هروح افتح الباب واشوف مين. جريت اسيل فتحت الباب ودخل عيسى زي العاصفة وقال انت مفكرة ان اللي عملتيه ده هيعدي عليا بالسهل؟ انا اصلا متأكد انك وراك حوار، وحوار كبير قوي كمان. في ايه بس يا استاذ عيسى؟ وفهمنا ايه اللي حصل، وبعدين ما ينفعش تتهجم علينا كده، لو حد شافك من الجيران هيقول ايه؟ هيقولوا ان واحد جاي ياخد مرته، مش هي المدام نشرت الخبر اخيرا؟ خبر ايه اللي نشرته؟ انا مش فاهمة حاجة. خبر جوازي منك، عارفة انا لو اتأكدت فعلا انك ورا اللي حصل هزعلك جامد قوي. ردت ورد عليه وقالت له على فكرة انا ما بحبش جو التهديد ده، انا ما عملت لكش حاجة، بالعكس انت اللي من يوم ما شفتك وانت اللي بتغلط في حقي. جه اكرم يجري وقال اهدى بس يا عيسى صوتك عالي والجيران هتتلم. اسيل ربعت ايديها وقالت خد صاحبك وامشي، اظن احنا متفقين الطلاق هيتم خلال يومين. لا انسي بعد الكلام اللي اتنشر، انت لازم تظهري معايا والطلاق مش هيتم قبل شهور. اتصنعت ورد الجهل وقالت انا مش فاهمة حاجة، كلام ايه اللي اتنشر؟ مسكت اسيل تليفونها وقربته من ورد وقالت شوفي كاتبين عنكم ايه، دول كمان حاطين صورتك. نفخت ورد بضيق وقالت وانت مفكر ان انا اللي عملت كده؟ ها طب قولي كده هستفاد ايه؟ بالعكس سمعتي هتبقى ايه لما الناس تعرف اني اتجوزت وطلقت بعد يومين. اكرم حب يهدي عيسى اللي كان متعصب وقال له هي فعلا مش مستفيدة حاجة، طالما كده ولا كده هتتطلق، اكيد في حد في الشركة هو اللي سرب الخبر. ردت اسيل وقالت بيتهيألي كفاية كده، وتفضلوا كفاية قوي اللي حصل لنا بسببكم، احنا بنتين وعايشين لوحدنا، ما يصحش حد من الجيران يشوفكم كده. رد عيسى وقال انا مش همشي من هنا غير وانتي معايا، انا ما اضمنش ايه اللي ممكن يحصل تاني. قطعهم صوت تليفون عيسى اللي مسكه وقال دي مرام اكيد دلوقتي عرفوا الخبر، طب رد عليها الاول يمكن بتكلمك عشان حاجة تانية. قفل عيسى المكالمة وقال مش وقته، خلينا نشوف المصيبة دي الاول. وفي الصعيد قعدت مرام جنب كمال وقالت اكيد الخبر ده في حاجة غلط، مجرد اشاعة، انت عارف عيسى يعني مستحيل يتجوز من غير ما يقول لنا، اتصليلي بعيسى خلينا اكلمه، انا لازم اعرف ايه اللي بيحصل من ورايا، اتصلت بيه مش بيرد واكيد لسه نايم.
اهدى بس، هو اكيد اول ما يشوف المكالمات هيتصل. حاولي تكلمي اكرم، اي حد، لازم اعرف مصدر الاخبار اللي اتنشرت دي ايه. وفي القاهرة مسك اكرم تليفونه وقال اهم بيتصلوا عليا، خد رد، مش هينفع نسيبهم كده. مسك عيسى التليفون ورد على مرام اللي قالت عيسى ايه اصل الاخبار اللي اتنشرت دي؟ بابا مصمم وعاوزك ترجع الصعيد النهارده ضروري، انا عندي شغل كتير ما خلصتوش، وكمان نجل مقر الشركه لسه هياخد وقت. قطعه كمال اللي اخد التليفون من مرام وقال النهارده تكون عندي، انا لازم افهم منك ايه اصل الخبر اللي اتنشر ده. انا اتصلت بالجريده وبعتولي صوره من الجسيمه وكان تاريخها امبارح. خلص عيسى تليفونه وقفل وبص الورد وقال جهزي نفسك، احنا هنسافر الصعيد النهارده. ورد اتوترت وبصت لأسيل وقالت صعيد ايه؟ لا طبعا. انا قطعها اكرم لما قال بحزن مفيش وقت للجدال، هاتي صاحبتك لو حابه، بس احنا لازم نسافر النهارده. طب والطلاق؟ على الاقل هيتاجل دلوقتي لغايه ما نعرف بالظبط هنعمل ايه. وفي الصعيد عند امير وقفت حنان قصاده وقالت بسهوله كده بعت 10 سنين يا امير؟ بقى ترمي عليا اليمين في ساعه شيطان؟ بص لها امير بكره وقال انت الشيطان بالذات نفسه، لما خليتيني اشك في احسن انسانه انا حبيتها، انا مش عارف ازاي طوعتك واتخدعت فيك كده. اكده يا امير، اهون عليك تقول عليا كده؟ وانا اللي عملت المستحيل عشان اتجوزك؟ انا عملت اللي عملته ده بس عشان بحبك، صدقني يا امير انا اكتر واحده في الدنيا دي حبيتك. بص لها امير بسخريه وقال بتحبيني؟ لما خليتي ابوكي سياده النايب يضغط على ابويا الفلاح البسيط ويخليه يوافق على جوازنا. وايه يعني؟ بيقول ان كل شيء في الحب مباح، بس انا عندي بقى مفيش حاجه مباحه، انت ما تستهليش اي حاجه. عمري ما ندمت في حياتي قد ما ندمت اني اتجوزتك. امير بص لها بكره وسابها ومشي، وافتكر اللي حصل قبل 5 سنين فلاش باك. رجع امير من الجامعه وكان ابوه مستنيه، وامير قرب منه وقال ازيك يا حاج، قول لي عامل ايه دلوقك، ورجلك جت على العلاج اللي الدكتور كاتبه ولا لا؟ الحمد لله يا ولدي، اهو احسن شويه من الاول. المهم انا عاوزك في موضوع تاني، واني كمان كنت جاي وعاوز اقولك اني ناوي اخطب واتجوز. ابتسم حسني وقال عين العجل يا ولدي، وهو ده نفس الموضوع اللي كنت عاوزك فيه. اني كنت عاوز اخطب اخت عيسى المرشدي، هي هتبقى طالبة عندي في الجامعة، وكنت عاوزك تيجي معايا نطلب ايديها، بس اني بقى كنت حاطط عيني على عروسة ليك تانية، وشايف ان النسب ده هينفعك وهيعلي من شأنك، وهي عيلة المرشدي شوية ما هم برضو نسبهم عالي. اسمع مني، سيادة النايب كان عندي النهاردة وجه وشرب معايا الشاي وجالي انه بيعتبرك كيف ولده، ولمحلي ان عاوز يجوزك بنته. بس يا والدي انا قطعه حسني لما قال له انا اديت له وعد اننا هنروح النهاردة ونشرب معهم الشاي، واظن انت مش هترضى تنزل كلمتي الارض. امير بصله بحزن وسكت. باك وعند عيسى اللي وصل بعربيته للصعيد ونزلوا منها اسيل وورد، اتكلم عيسى وقال يا ريت لما ندخل دلوقتي ما تفتحيش بوجك بحاجة، سيبين انا اللي اتكلم. هزت ورد راسها وسكتت، وكلهم دخلوا البيت، وكان كمال قاعد مستنيهم، ولما شافهم قال اهلا بالعريس. طب مش كنت تعزمني؟ ولا انت ناوي تعزمني لما تخلف؟ بابا الموضوع مش زي ما انت فاكر، انت فاهم غلط، الموضوع كان غصب عني. فهمني انت الصح يا كبير يا عاجل، فهمني ايه اللي يخليك تتجوز من ورانا وفي الاخر جاي وجايبها في يدك وتقول لي غصب عنك؟ ايه غصبتك تتجوزها؟ مرام جت ومسكت ايد كمال وقالت له بابا عشان خاطر انت كده هتتعب، اقعد واتكلم بالراحة واسمعوا، اكيد عيسى عنده سبب مقنع للي حصل. بص كمال لورد من فوق لتحت وقال هو انت فين اهلك اللي خلوكوا تتجوزك ده من غير ما اهله يعرفوا؟ انت اكيد واحدة من الشارع. ورد عينيها دمعت وحست وقتها بالقهر، وافتكرت حياتها اللي كانت في الملجأ وانها فعلا ملهاش اهل. عيسى قرب منه وقال بابا اللي حصل ده ما كانش بمزاجي، انا انجبرت اعمل كده، والا كانت هتبقى فضيحة تانية لما ينشروا صوري وصورها واحنا في وضع مش كويس. اتكلمت مرام وقالت وضع مش كويس ازاي؟ انتم؟ قطعتها اسيل لما قالت ابنك المحترم اساله عمل ايه مع صاحبتي لما حاول يتهجم عليها وقطع هدومها، ولو مش مصدقني تقدر تسأل كل الموظفين اللي في الشركة. كمال اتفاجئ من كلامها وبص لعيسى وقال انت بجد عملت كده؟ عيسى حاول يهرب بعينيه وبص في الارض بخزي، وكمال ما قدرش يستحمل وحط ايده على قلبه وكان هيقع، جري عليه عيسى ومسكه وقعده على الكرسي، وكمال نفض ايده بعيد عنه وقال له اني لو طولت بره منك كنت عملتها، مش ابن كمال المرشد اللي يعمل كده. مرام مسكت تليفونها واتصلت على الدكتور
ولما قفلت قال: بابا انت تعبان، تعالى نطلع الأوضة تستريح، الدكتور جاي بعد ربع ساعة. مسكت مرام ايد كمال والاتنين مشيوا، وعيسى بص الورد بكره ومشي وسابهم، وأسيل بصت حواليها بإعجاب وقالت: والله يا بنتي يا أسيل، وهتعيشي حياة القصور، احنا ما كناش نحلم بكده أبدا. ورد قعدت على الكرسي وعيطت وقالت: احنا غلطنا، غلطنا غلطة كبيرة قوي، ما كانش لازم أكمل في اللعبة دي. اسكتي احسن حد يسمعك، وبعدين ما تخليش ضميرك يصحى دلوقتي، احنا لسه في اول اللعبة. ردت ورد وقالت: الراجل اللي فوق ده صعبان عليا، افرضي مات بسببنا. بسببنا ليه؟ ما هو عمره كده، وبعدين افتكري كويس اننا ما كناش لاقيين ناكل، خلينا نكمل للاخر وناخد القرشين ونمشي. وعند عيسى اللي كان قاعد في الجنينة وبيفكر في اللي حصل، جه اكرم وقال: انا اتأخرت، عديت على المعمل جبت نتيجة التحليل لفنجان القهوة. عيسى انتبه ليه وقال له: ها وبعدين؟ طلع في حاجة صح؟ للأسف لا، انت لازم تفتكر اكلت ولا شربت ايه قبلها، هو مين قدمها لك؟ اكيد البنت دي هي اللي حطت لي حاجة، او غيرت الفنجان كمان بعد ما مشينا. وارد فعلا تعملك ده، ووارد برضو انها تكون مظلومة. المهم انا كنت هنزل تكذيب، بس للأسف طلع ان صورة القسيمة متسربة، حتى كمان المأذون معاهم مش بعيدة يطلع مرتشي هو كمان. سيبك دلوقتي من كل ده، المهم عمي كمال عامل معاك ايه؟ قدر يتفهم الوضع ولا لا؟ هز عيسى راسه بالرفض وقال: سمعني كلام زي السم قدامهم لدرجة انه تعب، وحاولت اسنده زق ايدي وبعدها عنه. طب انا هطلع اطمن عليه واشوف لو حالته تسمح اني احكي له اللي حصل، اكيد الصورة بعدها تتضح قدامه. خلص اكرم كلامه ومشي دخل للبيت، وتفاجئ لما شاف وردة قاعدة تعيط واسيل قاعدة جنبها. قرب منهم وقال: هي مالها صاحبتك بتعيط ليه؟ اكيد اللي حصل ما يخصهاش. اسيل وقفت وبصت له بغيظ وقالت له: ازاي ما يخصهاش؟ وانتوا جايبيننا هنا علشان تضايقونا وتعيرونا. وقفت ورد بعد ما مسحت دموعها وقالت: انا هرجع للقاهره، ولما يقرر يطلقني خليه يبعت لي ورقتي. وعند كمال انتهى الدكتور من فحصه بعد ما اداله الحقنه المهدئه وقال له: لازم تبعدوه عن اي ضغط عصبي، انا اديت له الحقنه المهدئه علشان يقدر ينام. ردت مرام وقالت: طب هو لما يصحى هيبقى كويس؟ الدكتور مد ايده بالروشته وقال: ان شاء الله حالته هتبقى احسن، بس زي ما قلتلك اهم حاجه تبعدوه عن اي ضغط عصبي. هزت مرام راسها بتاكيد واخدت الروشته، والدكتور مشي. وخرجت مرام من اوضه كمال، واكرم جه بسرعه وقال: طمنيني الدكتور قال ايه؟ بابا نايم دلوقتي، سيبه يرتاح. قولي الاول ايه حكايه جواز عيسى اللي جه فجاه كده؟ هو مين البنت اللي تحت دي؟ اللي هحكيهولك ده ولا الافلام؟ تعالي نقعد الاول وهقولك على كل حاجه. اكرم اخد مرام وقعده وبدأ يحكي لها على اللي حصل، ومرام كانت مصدومة، وفي النهاية قالت: بس عيسى مستحيل يعملك ده، ولا أخلاقه ولا تربيته أساسا، واني ما عنديش شك فيه أكيد، بس أنا شاكك إنه أخد أو شرب حاجة خلته في الحالة دي. مش عارفة. طب والبنت اللي تحت دي إيه أخبارها؟ مظلومة فعلا ولا هي ورا اللي حصل؟ بعد الكلام اللي عمي كمال جاله كانت مصممة ترجع القاهرة، بصعوبة أقنعتها تستنى، يا ريت تشوف لها أوضة هي وصاحبتها تقعد فيها دلوقتي، معظم الأوض مكفولة وعاوزة تنظيف، مفيش غير أوضتك أنت وعيسى اللي جاهزين دلوقتي. طب انزلي خديهم لأوضة عيسى، وأنا وعيسى نبقى نقعد في أوضتي. وعلى جسر النيل قعد أمير مع صاحبه معتز، واتكلم وقال: تفتكر هتسامحني بعد اللي حصل؟ تفتكر هتديني فرصة من تاني؟ اتكلم معتز وقال: أمير انت اهملت شغلك وحياتك، كل ده ليه؟ انت لازم تفوق لنفسك ولمستقبلك، الحياة مش هتقف على واحدة ست. بس انا ظلمتها يا معتز، وتخليت عنها في اكتر وقت كانت محتاجاني فيه. النصيب يا امير، نصيبها كده، هو ما ينفعش نفضل نبكي على اللي فات، انت دلوقتي خلاص بقيت متجوز وعندك اسرة. انا طلقت حنان خلاص، ما بقيتش طايقها ولا طايق اعيش معاها، لا حول ولا قوة الا بالله. ليه كده؟ اخذي الشيطان يا امير وارجع لمرتك وصالحها. لا انا بفكر ان اروح لمرام واعتذر لها، يمكن تسامحني وتديني فرصة. ما تعلقش نفسك بحبال دايبة وتخرب بيتك، ارجع لمرتك، مرام زمانها اتخطبت ولا اتجوزت ومش هتوقف حياتها عليك، شفتها من كام يوم وكانت ايديها فاضية ولا فيها دبلة ولا غيره، اكيد لسه بتحبني. انت الكلام معاك مش جايب نتيجة، افتكر اني نصحتك وقلت لك انسى الموضوع ده وارجع صالح مرتك. وبعد يومين في المكتب كان عيسى قاعد يراجع بعض الاوراق الخاصة بالشغل، دخل عليه اكرم وقال له: جالولي انك قافل على نفسك وقاعد هنه من امبارح. عيسى وقف وهو بيحرك رقبته بتعب وقال: فعلا انت عارف الشغل تكون فوق دماغي،
الفترة الأخيرة كان لازم أراجع على كل حاجة، وخصوصا إن بابا ومرام مش فايجين. أكرم قعد وقال: هو لسه عمي مش بيكلمك؟ لا، طول الوقت قاعد في أوضته وما بيخرجش حتى بعد ما مرام حكيت له كل حاجة، ومش عاطيني فرصة أتكلم معاه. شوية كده وهيروج، أنت عارف عمي كمال قلبه أبيض وبينسى بسرعة. المهم دلوقتي قولي، جبت كل حاجة عن البنتين دول ولا لأ؟ مش هتصدق اللي عرفته. البنتين دول كانوا عايشين في ملجأ لغاية ما تموا سن 18، وبعدين عاشوا مع واحدة هي اللي تكفلت بتعليمهم، وبعد ما ماتت عيالها طردوهم من البيت. دول طلعوا حكاية. كملوا بعدين عاشوا بعدها لوحدهم، وكانوا بيتنقلوا من مكان لمكان ومن وظيفة للتانية. أنا كده اتأكدت إن في حد اشتراهم علشان يعملوا كده، هو ده اللي حاولت أدور عليه، بس للأسف ما وصلتش لحاجة. هما اللي لازم يتكلموا ويقولوا مين اللي بعتهم بالظبط. وفي أوضة ورد وأسيل وقفت ورد وقالت: لحد هنا وكفاية قوي، أنا مش عارفة إزاي وافقتك على الجنان ده. اسمعي مني، ما هي دي فكرتك من الأول، مش أنت اللي قلتي ندور على واحد غني نتجوزه ويصرف علينا؟ كنت غبية واستاهل كل اللي يجرالي. أنا كل ما افتكر الراجل اللي كان هيموت بسببنا ضميري مش مريحني، ولا كان هيموت ولا حاجة، ما هو قاعد في قطة هو كويس. عموما هو فات كام يوم اهو، انا هروح اتكلم مع عيسى واخليه يطلقني، ولو حب يديني قرشين من نفسه تمام، ما حبش خلاص. اسيل نفخت بضيق وقالت لها: يعني ده اخر كلام عندك؟ ايوه، احنا مش هنضحك على بعض، الموضوع ده اصلا من الاول ما كانش ينفع. قطعهم خبط على الباب، واما اسيل فتحت كانت مرام اللي قالت: بابا عاوز يتكلم مع ورد، يا ريت تقولي لها تيجي معايا. ورد خرجت وقالت: ما تعرفيش هو عاوزني ليه؟ علمي علمك، هو قال لي اندهلك وجيت اقولك على طول. ورد راحت مع مرام لأوضة كمال اللي قال: اتفضلي اقعدي، وانت يا مرام روحي اعملي لنا قهوة. ردت مرام وقالت: بس الدكتور قال ان القهوة غلط عليك. وانت قطعها كمال لما قال: اعملي اللي قلتلك عليه، يلا ما تتأخريش. خرجت مرام، وكمال بص الورد وقال: احكي لي بقى على كل حاجة ومن غير كذب، لاني ببساطة عرفت كل حاجة عنك وانك جاية منين بالظبط. أسيل حست بالملل وقررت إنها تنزل تتمشى في البلد وتتفرج عليها، وهي ماشية سرحانة فاقت على صوت صهيل الحصان اللي جاي من وراها. من الخضة وقعت في الأرض، نزل معتز من على الحصان وقرب منها وقال: أنت كويسة؟ في حاجة حصلت لك؟ وقفت أسيل تنفض هدومها من التراب وقالت: هو أنت يعني أعمى مش شايف؟ ده جد بيك الدنيا وماشي بحصانك ورايا؟ والله أنت ماشية سرحانة في نص الطريق ومش مركزة في حاجة. انا برضو اللي سرحانة. عموما يلا اتفضل، خد الحصان بتاعك وامشي، وبعد كده انتبه علشان ما تمشيش تدوس على خلق ربنا. خلصت اسيل كلامها ومشيت، ومعتز وقف يبص لأثرها وابتسم. وعند كمال اللي وقف قدام عيسى وقال: زي ما سمعت، الفرح هيبقى اخر الاسبوع. عيسى بص الورد اللي كانت مصدومة وقال: فرح مين اللي بعد اسبوع؟ فرحك انت ورد، احنا مش هنعمل حاجة، هنكتفي بكام فردك ده، هنعزمهم علشان الاشهار وخلاص. انا اصلا ناوي اطلقها ومش هكمل معاها. مش بمزاجك تتجوزها وتطلقها بمزاجك، انا اللي اقول بعد كده ايه اللي هيحصل. بس يا بابا انا قلت اللي عندي خلاص، وتفضل روح جهز الحاجات اللي قلتلك عليها. عيسى بصله بضيق ومشي، وكمال كان هيرجع اوضته، بس ورد وقفت وراه وقالت: بعد كل اللي حكيته ليه صممت ان اتجوزه؟ انت اللي اخترتي مصيرك بايدك، محدش غصبك عليه، وعشان انت كنتي صريحه معايا كان لازم اعمل كده. عيسى مش ملاك زي ما انت فاهمة، بس هو لو عرف الحقيقة مش هيسامحني. دي مهمتك بقى، قدامك شهرين عيشي فيهم معاه، يا تخليه يحبك ويسامحك يا تتحملي نتيجة أفعالك. كمال كان هيمشي بس ورد قالت: انت ممكن تدخلني السجن، مش انا اللي هعملها، صاحب الحج هو اللي أولى بده. خلص كمال كلامه ومشي، وورد وقفت محتارة تفكر في كلامه، وفي النهاية رجعت لأوضتها. جت أسيل وقالت: كويس اني لقيتك، احكي لي بقى ايه اللي حصل مع أبوه. حكيت له الحقيقة، حكيت له على كل حاجة. يا لهوي يا لهوي، حكيتي له ايه؟ احنا كده رحنا في داهية، ومش بعيد نلاقي البوليس داخل علينا دلوقتي. يا ريت كان على الاقل ضمير ارتاح، اللي عمله محدش يقدر يصدقه ابدا. عمل ايه؟ طمنيني. حدد الفرح مع عيسى وقال له اخر الاسبوع، وقال لي قدامك شهرين، يا اما عيسى يحبني واعترف له بالحقيقة، يا اما عيسى هيكرر مصيري. هيكرر مصيرك ازاي يعني؟ ممكن يبلغ عنك مش كده؟ ورد هزت راسها بحزن وقالت: لازم يحبني وإلا هيكون مصيري السجن. وده هيحصل ازاي؟ عموما سهلة، احنا تبنا واكيد ربنا هيقف معانا. انت عارفة يعني ايه عيش معاه شهرين بحالهم؟ يعني كل يوم هشوفه،
هفتكر انا عملت ايه وضميري يأنبني. خلاص بقى يا ورد ما تزوديهاش، انتي بس حاولي تكسبيه، يمكن السنارة تغمز ويحبك. دخل اكرم لأوضة كمال وقال له: عمي انا كنت عاوز اتكلم معاك بخصوص جواز عيسى، البنت دي مش زي ما انت فاهم دي. قطعه كمال لما قال له: انا قلت اللي عندي والقرار اللي باخده ما برجعش فيه، وانت عارفك ده كويس، بس البنت دي تربت في ملجأ وعاشت حياة غير حياتنا، يعني مش النسب اللي يشرف. وهو ايه النسب اللي يشرف؟ ابن عمك داخل على 35، تقدر تقولي مختارش ليه النسب اللي يشرف لغاية دلوقتي؟ رد اكرم وقال له: عيسى كان طول الوقت دافن نفسه في الشغل، وانت عارف انه ملهوش ولا في الشمال ولا في اي ماشي وحش، عموما دي تجربة ليه، اكده ولا اكده هو اتجوزها فمش هتفرق كتير. يعني مفيش امل انك تترجع عن قرار الفرح ده؟ لا، وانت كمان حضر نفسك علشان لازم تتجوز قريب، وإلا انا اللي هختار لك العروسة بنفسي. وعلى جسر النيل في المكان المعتاد لأمير ومعتز، قعد أمير وقال: أول مرة أشوفها هنا في البلد، من الواضح إنها جاية زيارة لحد هنا. هي مالها البنت دي؟ شغلة بالك كده ليه؟ من وقت ما قعدت وانت ما بطلتش كلام عنها. مش شغلة بالي ولا حاجة، أنا بس متضايق إني ما ردتش عليها في وقتها. قاطعهم صوت حنان اللي جت من وراهم وقالت: أمير أنا كنت عاوز أتكلم معك في موضوع. أمير كان هيرفض بس معتز قال: طب أنا همشي عشان عندي مشوار، أسيبكم براحتكم. معتز مشي وحنان قربت من أمير اللي قال: اخلصي وقولي جاية ليه. حنان استجمعت شجاعتها وقالت: أمير أنا حامل. ضحك أمير بهستيريا وده كان عكس توقعها وقال: وانتي مفكرة أني هصدق الكذبة دي؟ احنا بقالنا أكتر من 4 سنين متجوزين وما خلفناش. ايه الحمل جه دلوقتي لما طلقتك؟ ربنا رايد اننا نكون سوا، خلينا نفتح صفحة جديدة. امير بصلها بتحذير وقال: الحمل ده لو طلع كذب انت هتندمي جوي يا حنان. وبعد كام يوم اتنشر الخبر في البلد كلها بجواز عيسى المرشدي، وبدأوا يستقبلوا التهاني من كل مكان. رغم اقتصار المدعوين على عدد صغير الا ان ورد كانت قاعدة وهي لابسة فستان الفرح وحاسة بضيق، حاسة انها بتمثل ونفسها تسيب كل ده وتجري. قربت اسيل منها وقالت: فكيها شوية مش كده، الناس بتبص عليكي. بقولك ايه، انا مش قادرة، انا هين عليا دلوقتي اطلع اجري، انا خايفة قوي من اللي جاي. يا ستي خايفة من ايه، انت مش شايفة نظرات البنات ليكي؟ كلهم غيرانين انك انت اللي اتجوزت عيسى. هي غضوب الهنا والشفا وفوقيه بوسة كمان. وقفت ورد وكانت هتمشي بس اسيل قالت: رايحة فين؟ ما ينفعش تروحي في مكان دلوقتي. نفخت ورد بضيق وقالت: مش قادرة اخد نفسي، اتخنقت وعاوز اطلع شم هوا. راحت ورد ناحية البلكونة وكانت واقفة وجنبها اسيل، وانضمت ليهم مرام وبعض البنات. وفي الجنينة وقف اكرم مع عيسى وقال له: مبروك يا عريس، انتم السابقون ونحن اللاحقون، ابوك مصمم انه يموتنا ناقصين عمر. بقول لك ايه، البيت دي انا هطفشها، يعني هطفشها، انا اتفقت معاها من الاول اننا هنتطلق، انا مش عارف ايه اللي خلاها توافق على ابويا جال عليه، اكيد عريس زيك لقطة ما يتسابش، وهي ما كانتش تحلم بجوازة زي دي. عيسى لفت نظر وقفها وسط البنات وبص لهم بغيظ وقال: اهي طلع تقف وتتفرج كمان ولا كأنها عاملة حاجة. بص يا ابن عمي، انت خلاص لبست وتجوزتها رسمي، عيش لك يومين، لقيت الموضوع عجبك كمل، ما عجبكش يبقى ترجع من مطرح ما جت. وعند كمال اللي كان في المكتب وواقف قدامه واحد من الغفر وقال: انا رحت سألت في كل مكان عن فريال فاروق المرشدي ولقيت 2، واحدة عايشة ودي سنها صغير، والتانية توفت من مدة كبيرة ودي بنفس المواصفات اللي قلت عليها. اتكلم كمال وقال له: كويس، اللي ماتت بقى كان عندها عيال كدي وفين جوزها؟ اتكلم الغفير وقال: جوزها توفى بعدها بكام شهر، وما كانوش مخلفين غير بنت واحدة اسمها سمر، البنت دي راحت تعيش مع أهل أبوها. طب وأهل أبوها دول فين أراضيهم؟ ألاقيهم فين يعني؟ بالراحة عليا، ماني كنت هقول لك أهو، أول عم ليها دخل السجن لأنه كان بيشرب، والتاني مسافر ومحدش يعرف له مكان. طب وسمر دي كانت عايشة مع مين فيهم؟ لحد هنه معرفتش أوصل لحاجة، لازم تصريح زيارة للرجل اللي في السجن علشان يقول لنا هي عايشة فين. طب دورت عليها بالاسم اللي وصلت له؟ ما لقيتش حد في مصر بالاسم ده. عموما في خلال اسبوع ولا 2 اكون اخدت تصريح الزيارة ورحت لعمها وعرفت منه مكانها فين. تمام، الموضوع ده مهم بالنسبة لي، وزي ما قلت لك محدش يعرف حاجة عن الكلام اللي دار في المكتب ده. هز الغفير راسه وقال: ما تقلقش يا كمال بيه، من غير ما تقول اعتبر ان سرك ده في بير. وعلى جسر النيل كانت اسيل قاعدة تستمتع بالجو والمناظر الطبيعية الجميلة، اتفاجئت لما سمعت صوت جاي من وراها وقال:
انت يا انسه ما ينفعش اللي انت لابساه ده. ايه، ما حدش فهمك ان هنا في الصعيد ما عندناش حريم تمشي كده؟ استغربت اسيلي وبصت للي بيكلمها. وكان معتز اللي قال: ايوه انا بكلمك انت، ازاي تسمحي لنفسك تمشي كده قدام الناس؟ ايه، ما فيش حد علمك ان اللبس ده ما يتلبسش غير في البيت؟ بصت اسيلي على لبسها وقالت: همشي كده ازاي؟ هو انا لبسي ماله؟ وبعدين انت مين اصلا علشان تكلمني كده؟ قرب منها معتز وقعد جنبها وقال: دراعاتك اللي باينه دي ايه، عرضها سبيل ولا شعرك اللي كيف سلاسل الذهب دي سايباه كده حر، ولا جوامك المنحوت اللي قطعته اسيل وقالت: وانت مالك؟ ومين سمح لك اصلا تتغزل فيا؟ اتفضل امشي من هنا، المفروض انك تستاذني الاول قبل ما تقعد. مش شايفة ان لبسك ده ملفت ويخلي كل الشباب تنهشك بعينيهم؟ وقفت اسيل وقالت: هو انت كنت ولي امري؟ انا حرة البس اللي البسه، انت مفكر نفسك مين يعني؟ لا مش حرة، طول ما انت هنا في بلدي يبقى لازم اخاف عليكي، مش لازم تسيبي نفسك كده عرضة للخلج. يا ريت يا باشمهندس تخليك في حالك، انا لو اعرف ان المكان ده هيجمعني بيك ما كنتش جيت ابدا. خلصت اسيل كلامها وسابته ومشيت، وطول الطريق كانت بتفكر في كلام معتز. اما معتز فكان بيبص لاثارها وابتسم وقال: هو ايه حكايتك بالظبط يا مصراويه انتي؟ بقيتي شبه الجنيه اللي بتطلع لي في كل مكان. قطعوا امير اللي جه وقال له: يظهر انك اتجنيت خلاص. ايه، واجف تكلم نفسك ليه؟ امير قول لي، هو الحب ده عامل ازاي؟ هو ممكن تحب حد وانت ما شفتش غير مرتين؟ ابتسم امير وحط ايده على كتفه وقال: لا، يظهر ان حالتك بقت صعبة قوي. اقعد واحكي لي ايه اللي حصل بالظبط، ومين صاحبة النصيب اللي وجعتك في غرامها؟ وفي أوضة ورد كانت قاعدة حاسة بالملل، وقررت انها تدور في كتب عيسى على اي رواية تقراها. وقفت وقالت: اوف، كل حاجة عن الاقتصاد والتجارة؟ ايه ده، مفيش حاجة في حياته بسيطة ابدا، حياته كلها مكلكعة. لفت نظرها صندوق صغير محطوط في الأرض، أخدته وقعدت على السرير، ولما فتحته اتفاجأت لما شافت صور عيسى في جميع مراحل حياته. الله، ما كان شكله ظريف هو صغير، أمال اللي معقد الدنيا ودايما ضارب بوس في وشي. كانت بتقلب في صورة ورا التانية وهي بتتأمل ملامحه اللي بتكبر يوم بعد يوم، لغاية ما لفت نظرها ظرف أصفر موجود تحت الصور. أخدت الظرف وفتحته، وكان عبارة عن جواب قديم كانت لسه هتقراه. اتفاجأت لما لقيت عيسى واقف قدامها وشد منها الجواب وقال: انت مين سمح لك تفتشي في حاجتك ده؟ يظهر ان ايدك طويلة كمان. انا كنت قاعدة زهقانة وبالصدفة شفت الصندوق ده وكنت هرجعه مكانه. قطعها عيسى وقال لها: لآخر مرة يا ورد، أنا بقولك إن حياتي خط أحمر، يا ريت ما تسمحيش لنفسك تتخطي حدودك. وأنا كنت تخطيت حدودي في إيه؟ ها؟ كنت فتشت هدومك مثلا، ولا أخدت حاجة من حاجتك؟ دي شوية صور شفتها، يعني ما حصلش حاجة. لم عيسى الصور في الصندوق وقال: أنت وجودك هنا مؤقت، وحطي حلقة في ودنك، أنا ما يشرفنيش إن أم عيالي تبقى تربية ملاجئ. خلص عيسى كلامه وسابها ومشي. وورد قعدت مكانها على السرير تعيط. وورد بندم: انا اللي عملت في نفسي كده، كنت غبية لما نفذت الفكرة دي، وهو بدفع تمنها بالغالي قوي. وعند حنان اللي وقفت قصاد العرافة وقالت: انا قلت له زي ما قلت لي بالظبط، وجبت لك كمان حاجة من جطره، ها هتعرفي ترجعه لي ولا لا؟ العرافة رمت البخور على النار وقالت: كله بأمر الله، هترجعيه، بس الأول لازم تكملي باقي الطلبات. ماشي، اللي انت هتقولي عليه أنا هعمله، بس أمير لو عرف إني مش حامل هتبقى مصيبة، ومستحيل يرجعني تاني لذمته. ابتسمت العرافة وقالت: بسيطة، أنا هقولك تعملي إيه. انت هتروحي للمعمل وتتفقي مع واحدة من اللي شغالين هناك، وتقولي لها انك هتروحي انت وجوزك وتعملي اختبار الحمل قدامه، وهي ما عليها الا تقول ان مبروك المدام حامل. وانا ايه يضمن لي ان اللي في المعمل دي هتوافق تعملك ده؟ انا هقولك على اسم واحدة هناك ودي اللي هتروحي لها، وما تجلجيش لما تقولي لها انك من طرفي هتساعدك. ابتسمت حنان وقالت: وطبعا بعد ما يتأكد ان حامل هيرجعني لي من تاني، بس المشكلة في بعد كده، ما هي بطني مش هتكبر ولا هعرف اخلف ابدا. دي بقى تسيبيها عليا، خليكي معايا واني هحقق لك كل اللي انت عاوزاه. طب فهميني بعد كده هعمل ايه؟ العيال ما فيش اكتر منهم، انا هجيب لك عيل وقت الولادة ونبقى نقول له ان ده ابنه، ما تجلجيش انت، بس نفذي الطلبات علشان الاسياد يفضلوا راضيين عنك. مرام كانت خارجة وكمال قابلها،
صباح الخير على أجمل بابا في الدنيا. ها، إيه أخبار صحتك النهاردة؟ بطلت دلع ولا لسه؟ ابتسم كمال وقال: الحمد لله بخير، بس قوليلي رايحة فين بدري كده؟ مفيش، أنا استلمت الشغل في المقر الجديد هنا ورايحة عشان أباشر الشغل. عيسى كانت كل حاجة فوق دماغه، وانت عارف أكرم ما بين هنا والقاهرة. طب يا بنتي ربنا يحقق لك كل اللي بتتمنيه. عموما خلي بالك من نفسك وما تفكريش في أي حاجة من اللي فات. بقول لك إيه، ما تيجي أنت كمان معايا، ولا أنت بقى مصمم تتدلع علينا وتفضل قاعد في البيت كده من غير شغل؟ هاني بتدلع؟ هو اللي يبقى عنده ولد وبنت زيك أنت وأخوكي يشوف الدلع؟ قطعهم أكرم اللي قال: الله الله، واقفين تضحكوا وتهزروا، وأول ما تشوفونا تقلب التكشيرة، ولا هو الهزار ده بيكون لحبيبة القلب بس؟ ملكش دعوة، بابا أول ما يشوفني بيبقى مبسوط، علشان تعرف إن جدي كان عنده حق لما يقول لي إن أنت اللي في العيلة دي. ده أنت الغرور بقى مسيطر عليكي. عموما جدي الله يرحمه كان بيجبر بخاطرك مش أكتر. اتكلم كمال وقال: خلاص أنت وهي، أنا مش حمل وجع دماغ، يلا شوفوا أنتوا رايحين فين. لو رايحة الشركة فتعالي في طريقي أوصلك، وهي توصيلة ببلاش، يلا بينا. مشيت مرام مع أكرم وكمال رجع لأوضته، ولكن قبل ما يدخل سمع عيسى بيتخانق مع ورد وساب لها الأوضة وخرج. ابتسم بفطور وقال: مفيش غيرها اللي هتغيرك وهتعرف تتحمل قساوتك وطبعك. خرج عيسى من الأوضة وراح لأوضة المكتب وقعد على الكرسي وهو بيتنهد بيفتكر ذكريات أليمة من الماضي، كان فاكرها إنها خلاص اتدفنت مع مرور السنين. فتح الظرف اللي معاه وطلع الجواب وبدأ يقراه: عيسى، أنا تعبت، ما كنتش هقدر أكمل، الحياة بقت صعبة ومستحيلة، سامحني، كان لازم أتنازل عنكم مقابل حريتي، بلاش مرام تعرف حاجة دلوقتي، قول لها أني سافرت أو أي حاجة، سيب صورة ليا كويسة في خيالها، وتأكد يا عيسى أني بحبكم، بس غصب عني تخليت عنكم. ابتسم بسخرية بعد ما اتجمعت الدموع في عيني وهو بيقرأ جملتها الأخيرة، وقال: كلكم واحد، كلكم بتجروا ورا الفلوس ورا المصالح، عمري ما هسمح لأي واحدة تدخل حياتي. قطع دخول كمال، وعيسى لما شافه وقف بسرعة ومسح دموعه. كمال لمح الظرف والجواب اللي في إيده، قعد على الكرسي وقال: أنت لسه برضو معذب نفسك بالماضي؟ ما قلتلك هي كانت مجرد اختيار غلط، بس ربنا عوضني بيك أنت واختك، أنا أصلا مش بفتكرها، أنا بس بالصدفة لقيت الصندوق اللي فيه الجواب وكنت هرميه. أمك مش وحشة زي ما انت فاكر، بس هي كان صعب عليها تعيش هنا في الصعيد وتتجيد بتجاليدنا، هي أخدت على عيشة الحرية، كانت ممكن تعمل أي حاجة غير إنها تتخلى عننا وتسافر وتسيبنا. يا ريت يا بابا ما تفتحش الموضوع ده، أنا اللي خيرتها بين إنها تتطلق وتسيبكم معايا أو إنها تفضل عايشة هنا معاكم، ومفيش طلاق، يمكن أنا كمان أكون أناني لما أجبرتها إنها تتنازل عنكم. محدش في الحياة دي مجبر على حاجة، كلنا بنختار حياتنا بمزاجنا، حتى لو كانت اتطلقت كانت ممكن تيجي تزورنا من وقت للتاني، ومن عارف ظروفها ما يمكن. قطع عيسى وقال: ظروفها انها اتجوزت وخلفت وبجاليها ولاد غيرنا اهم منا. خلص عيسى كلامه ومشي. وفي معمل التحاليل ابتسمت حنان وهي بتستلم النتيجة بعد ما خرجت الممرضة وقالت: مبروك، المدام حامل. بصلها أمير بديء وأخذ الورقة وبص فيها، إحساسه بالحزن كان أقوى من إحساسه كأب إنه هيبقى عنده طفل بعد سنين من الانتظار. وأخيرا اتكلمت حنان وقالت: صدقتني بقى يا أمير لما قلتلك إني حامل، شفت الجدر، ربنا رايد إننا نكمل سوا. رد عليها أمير بخيبة أمل وقال: للأسف كنت فاكر إني خلاص خلصت منك، إنما يظهر إن الجدر مصمم ما يفرجناش. حنان مسكت ايده وقالت: صدقني يا امير، انت لو لفيت الدنيا دي كلها مش هتلاقي حد يحبك ويعشقك كيف ما انا بعشقك. اخدها امير وراحوا للمأذون وردها، وبعد وقت اخدها ورجعوا البيت، وامير سابها ومشي. وحسني لما شافها قال: كنت فاكر ان خلاص امير مش هيرجعك تاني، يا ترى ايه الحيلة اللي دخلت عليه بيها المرة دي؟ بصت له حنان بكره وقالت: بقول لك ايه يا رجل يا خرفان، انت حط لسانك في بوجك، امير بيحبني ومش هيقدر يستغنى عني، والدليل انه رجعني ليه من تاني. ده كان زمان،
لما كان مخدوع فيكي، إنما بعد ما كشفك انتي وابوكي على حقيقتكم ما اعتقدش انه هيكون بيحبك. وقفت حنان وبصت له بتحدي وقالت: زمان اني اللي فزت واخدته، ودلوقتي برضو اني اللي فايزة، ما تعودتش ادخل معارك خسرانة. يلا بقى بالاذن يا حماية عشان هروح شقتي ارتاح. دخلت حنان الشقة وطلعت الازازة اللي عرفت ادتها لها وبدأت ترش بيها في كل مكان وقالت: ايوه كده، الست دي شكلها مبروكة، انا حاسة اني على يدها لحالها يتصلح وامير يرجع يحبني زي الاول واكتر. وفي اوضة المكتب قعد كمال مع الغفير وقال: شفت واسطة وعرفت اروح ازور الراجل اللي في السجن اللي هو يبقى عم بنت فريال، بس للأسف ما وصلتش منه المعلومة مفيدة. ليه؟ اوعى تقولي انه مش عارف مكانها. للأسف لأنه بعد وفاة أمها وبعدها أبوها، مراته رفضت تربيها وقررت إنها تتخلى عنها وترميها في الشارع. بصله كمال بغضب وقال: إزاي تعمل كده؟ هي إيه، ما عندهاش ضمير؟ وهو إزاي وافقها بكده؟ كان عندهم 5 عيال وده حمل كبير، فكروا لما يتخلوا عنها كده حملهم هيجل. ما يعرفوش إن ده دخل عليهم بالخراب، هو الراجل اعترف بده بنفسه. هيروحوا من ربنا فين؟ يستاهل، يمهل ولا يهمل. الراجل ده بعد كده عياله توفوا واحد ورا التاني بسبب المرض، وفي النهاية أبوهم دخل السجن في قضية ما عملهاش، ومراته جالها حالة نفسية وقاعدة في العباسية. لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا شماتة. طب البنت اللي سابوها في الشارع دي راحت فين بالظبط؟ المعلومات المفيدة اللي عرفتها منه إنها كان عندها شامة في كتفها الشمال، ودي اللي كانت بتميزها. بصله كمال بحزن وقال: يعني انت ما وصلتش لأي حاجة تانية؟ لا. تحب تأمرني بأي حاجة تانية يا كمال بيه؟ لا، روح انت دلوك واني هدور الكلام اللي قلته في دماغي وهبقى بعتلك. هز الغفير راسه ومشي، وكمال قعد مكانه يفكر في وصية أبوه الحاج فاروق وفي كلام الغفير وقال: يا ترى انت فين أراضيك يا بنت فريال؟ وفي الشركة عند عيسى أكرم كان قاعد معاه وقال له: قول لي عامل ايه مع مرتك دلوك؟ الحياة بينكم بقت مقبولة ولا لسه عاملين زي الجوت والفار؟ الحياة تقدر تقول مستحيلة، اني وهي عمرنا ما هنتفق، اني مش قادر اصدق ازاي بابا وافق يجوزهاني رغم انه عارف اصلها. ما تظلمهاش يا عيسى، لانها ملهاش ذنب. افرض ان ابوها وامها ماتوا مثلا، او انها ضاعت من اهلها وعشان كده اتربت في الملجأ، ما يخصنيش ومش فارق معايا قصتها. اللي يفرق معايا اني فعلا مش عاوزها ولازم اطلقها. طب وعمي كمال هتعمل معاه ايه؟ هو رافض فكرة الطلاق على الاقل دلوقتي، هي دي المشكلة. واني حاليا مش عاوز ادخل في مشاكل معاه، بحاول اعدي واكسب وقت. اني شايف ان الوقت ده تكسبه لصالحك، يعني تحاول على الاقل تجرب منها تتكلم معاها. يمكن قطعه عيسى وقال: ولا يمكن ولا ما يمكنش، اني ولا عاوزها ولا عاوز غيرها. المهم انت لازم تسافر القاهرة النهاردة، في وفد جاي من لندن واحنا عاوزين نوفر له الانتقالات عن طريق شركتنا. تمام، انا كده ولا كده كنت راجع النهاردة، في شغل تاني هناك لازم اخلصه. وعند ورد، مسكت ورد شنطة هدومها ووقفت مع كمال وقالت: انا مستعدة لأي عقاب بس مش هقدر اكمل معاه. على فكرة انا مش بنت حرام، انا ظروفي وظروف اهلي هي اللي خلتني اتربى في الملجأ. اتكلمت اسيل وقالت: على فكرة انا وورد ظروفنا تقريبا واحدة، اهالينا راحوا وما كانش في حد يهتم بينا، فاخدونا لدار الرعاية اللي هي الملجأ، وفي ورق هناك بيثبت ان احنا مش ولاد حرام. واني ما سألتكوش عن كل ده، اني فتحت بابي ليكم وجوزتك يا ورد لابني، يعني اديتلك فرصة ما حدش يحلم بيها. ابنك بيعيرني تربية ملاجئ، وان عمري ما ينفع اكون ام لولاده. بعد اذنك يا كمال بي سيبني امشي من هنا، انا غلطت وهدفع طول عمري تمن الغلطة دي. لو على كلام عيسى اللي جاله فده كان وقت عصبية، انا ممكن اضغط عليه وخليه يعتذر لك. لا ما تضغطش على حد، اصلا عيسى مش طايقني، ده بيعملني على اني عدوته مش مراته، ومش مديني فرصة حتى لأي حاجة. عيسى طبعه صعب، بس طالما اتجوزته لازم تتحمليه، وكمان تحاولي تغيريه، هو مش هيحبك بين يوم وليلة. اما مسألة الطلاق دي فلو عاوزة تمشي اتفضلي، بس هتروحي السجن انتي وصاحبتك. هي كمال بي هو ده جزات ورد انها حكيت لك الحقيقة؟ احنا غلابة ومش حمل بهدلة. ماليش دعوة، اختاروا، يا تعيش مع عيسى يا تروح السجن. خلص كمال كلامه ومشي، وورد بصت لأسيل اللي قالت: هاتي شنطتك وتعالي نرجع للأوضة، خلينا نتكلم فوق. وفي الشركة كانت مرام قاعدة قدام اللابتوب في مكتبها، والسكرتيرة دخلت عليها ببوكي ورد
وقالت الأمن بيقول إن في واحد جه تحت وبعتلك الورد ده. استغربت مرام وأخدت الورد وقالت ما جالش هو مين؟ ابتسمت السكرتيرة وقالت لا ما جالش، حتى كمان ما سابش كارت على الورد، ومن الواضح كده إن في حد معجب. معجب؟ طب روح انت كملي شغلك. السكرتيرة خرجت ومرام بصت للورد وهي مستغربة وقالت ده نفس نوع الورد اللي بحبه، يا ترى مين اللي بعته؟ ما اعتقدش انه امير، لان امير ما يعرفش اني بحب الورد ده. قطعهم دخول اكرم اللي قال يا سيدي على الورد وجماله، مين اللي جابه ولا انت اللي اشتريتيه؟ الورد ده حد سابه مع الامن. انا برضو استغربت اني ما سابش كارت او حاجة تعرفني هويته، هي يمكن حد معجب ولا حاجة. ايه اللي بتقوله ده؟ لا طبعا معجب ايه، انا مش بتاعت الكلام ده. بقولك ايه، خد الورد ده هناك، هو كويس انك جيت، في ورق عاوزة وريهولك. اخد اكرم الورد وحطه في الفازة بعيد عنها وكان مهتم بيه وقال تعرف ان نوع الورد ده بيدل على الحب. حب؟ هو زماننا ده لسه فيه حب؟ يا ابني ده انقرض بقاله سنين. من عارف مش يمكن يجي يوم وتجابلي الحب الحقيقي اللي كنت بتنكريه او بتهربي منه بقالك سنين؟ ما اعتقدش، وخلينا بقى في الشغل وسيبك من الكلام ده. واخر اليوم كانت اسيل قاعدة تتفرج على التلفزيون وجات مرام وقالت شكلك مش جايلك نوم زيي، قوليلي بتتفرجي على ايه؟ يعني مش حاجة معينة، انا بقلب في القنوات. تعرفي اني في الاول كنت مش حابة وجودك انت ورد، لكن مع الوقت حسيت ان وجودكم في العيلة دي حاجة مهمة، حسيت اننا اكتملنا بيكم. بقولك ايه، هو اخوكي ده معقد كده على طول؟ انا عمري ما شفته حتى بيبتسم. لا مش للدرجة دي عيسى، بس الظروف اللي مر بيها دي اللي خلت شخصيته كده قاسية شوية. جت ورد وقعدت معاهم وقالت يعني قاعدين هنا وسايبيني انا مع ابو الغضب اللي دايما مش طايق دبان وشه ده؟ ضحكت اسيل وقالت لسه كنت بسأل مرام عنه، ده لو ضحك العيد هيجي. بقول لكم ايه، سيبكم من السيرة دي، ايه رأيكم نتفرج على حاجة رعب؟ ورد ردت وقالت رعب؟ مش كفاية الرعب اللي عايشين فيه؟ لا شوفي حاجة تانية. اتكلمت مرام وقالت شغلي حاجة رومانسي، بلاش رعب خالص مش وقته. وقفت ورد وقالت تمام، وانا علي الفشار هعمل لكم احلى فشار ونيجي نتفرج سوا. وتاني يوم قعدت اسيل في واحدة من الكافيهات وكانت بتكلم ورد في التليفون وقالت الجو حر قوي، لو كنت اعرف كده ما كنتش نزلت بالنهار. ردت ورد وقالت طب ما تتأخريش ورجعي البيت علشان زهقت من القعدة لوحدي، الكافيه ده مكيف والجو هنا حلو. بقولك ايه، ما بعتلك اللوكيشن وتيجي هنا نقعد شوية. خلاص اوكي، اهو برضو اغير جو بدل ما انا قاعدة وسط الاربع حيطان. قفلت اسيل الخط وبعتت اللوكيشن لورد وبترفع وشها لقيت معتز جه وقاعدة على الكرسي قصادها، نفخت بضيق وقالت لا كده كتير، انت مراقبني ولا ايه؟ مش كل مكان اروحه لقيك فيه. على فكرة انا بجيت حاسس انك زي الجنية بتطلعيلي في احلامي وفي الحقيقة، طب خاف مني بقى ويلا من هنا روح شوف لك ترابيزة تانية وقعد عليها. لا الترابيزة دي بتاعتي واني مش هسيبها. وقفت اسيل وقالت اشبع بيها، انا هروح اقعد على ترابيزة تانية. راحت اسيل وقعدت على ترابيزة تانية ومعتز وقف وراح وراها، واسيل اتعصبت وقالت لا بقى كده كتير، انا هنده للامن او للمدير. معتز وقف وربع ايده وبصلها ببرود، واسيل اتغاظت منه وندهت للويتر وقالت لو سمحت انده للمدير، في واحد غلس هنا عاوزين نخرجه من المطعم. الويتر بص المعتز باحراج وقال حضرتك المدير واقف قدامك وهو يبقى صاحب المطعم كمان. اتكلم معتز وقال له روح انت واعمل لنا قهوة من البن المخصوص بتاعي. الويتر مشي واسيل قالت خلاص هسيبهولك اشبع بيه، انا همشي خالص. اسيل كانت هتمشي بس معتز مسكها من دراعها وقال ممكن تقعدي اتكلم معاكي؟ صدقيني مش هضايقك، هما كلمتين مش اكتر. اسيل قعدت ومعتز قال بصراحة كده انا معجب بيكي وحاسس انك خطفتيني من اول مرة شفتك فيها، رغم اني معرفش اسمك بس حاسس اني تشديت ليكي من اول نظرة. ورد كانت خارجة وقابلها عيسى في الجنينة وقال رايحة فينك ده ان شاء الله؟ ومين سمح لك اصلا تخرجي من البيت؟ رايحة قابل اسيل صاحبتي، وبعدين انت ملكش حكم عليا، لو سمحت وسع من طريقي. ايه ماليش حكم عليكي؟ انت ناسي انك مرتي ولا زمتي؟ عاوز الناس لما تشوفك خارجة كده تقول عليا ايه؟
هتقول ايه يعني؟ انا مش عارفة، وبعدين انا من يوم ما جيت هنا وانا محبوسة، حاسة اني في سجن. السجن ده انت اللي سجنتي نفسك فيه. يلا اتفضلي ادخلي جوه، ومفيش خروج. مش بمزاجك، انت مش هتتحكم فيا، انا ممكن اسيب البيت وامشي. رب عيسى ايده وبص لها بتحدي وقال: لو فكرت تعتبي برا البيت ده هكسر لك رجلك. طب ايه رأيك بقى اني هخرج ولو راجل تمنعني؟ وردة كانت لسه هتمشي الا ان عيسى شدها بسرعة لحضنه. وردة توترت وهي بتبص لعينيه وحاسه بضربات قلبه قريبة منها، حاولت تبعد عنه الا انه كان بيقربها ليه اكتر. للحظة تاه في عينيها وكان بيتأمل ملامحها، وكان لسه هيقرب عليها اكتر الا انه اتفاجئ لما سمع صوت كمال من وراه وقال: اظن انت ليكوا اوضه تقعدوا فيها، ما يصحش اللي بتعملوه هنا وسط الشغالين. وورد وعيسى حسوا بالاحراج وبعدوا عن بعض. وورد قالت: انا كنت عاوز اخرج وهو منعني، زهقت من القعده في البيت وهو مصمم يحبسني ولا كاني في سجن. كمال بص لعيسى وقال: وورد عندها حق، ليه ما تسيبهاش تخرج؟ طب على الاجل انتوا مرسان جداد، خدها معاك الشركه. شركه ايه اللي خدها فيها؟ لا طبعا، هي تقعد هنا زيها زي اي كرسي في البيت. بصله كمال بغيظ وقال: خلاص يا ورد ما تزعليش، انا كنت كده ولا كده خارج ورايح مزرعه صديق ليا، تعالي معايا وهفسحك فسحه حلوه في الجناين هناك. عيسى كان هيعترض بس كمال بصله بتحذير. وورد كانت مبسوطه. قطعهم دخول اسيل اللي قالت: ايه يا ورد، اتاخرتي كل ده ليه؟ انا جيت لما اتصلت عليكي اكتر من مره وما رضيتيش. ورد بصت لكمال وقالت: بعد اذنك يا عمو، هو ينفع اسيل كمان تيجي معانا؟ طبعا يا ورد، يلا روحوا جهزوا وبعد نص ساعه نتحرك. عيسى سابهم ومشي، وورد واسيل رجعوا لاوضتهم علشان يجهزوا. وعند مرام مسكت بوكيه الورد وقرات الكارت اللي كان مكتوب عليه وقالت: انتي كقطعه السكر واستمراره هذا العالم. استغربت مرام وبصت للسكرتيره وقالت: برضو ما تعرفيش مين اللي بيبعت الورد كل يوم؟ لا بس من الواضح انه مغرم على الاخر، عقبالنا يا رب. ضحكت مرام وقالت: بس ده لو عنده الجرأة كان جه وقال بنفسه انه معجب، ما كانش يبقى في السر كده. ما يمكن يكون خايف من رد فعلك، او خايف تكون انت مش عاوزاه. هو انا اعرفه عشان يحدد اني عاوزاه ولا لا؟ سيبك من ده، تلاقيه واحد فاضي. خد الورد ده حطيه على مكتبك، انا مش عاوزاه. هو فعلا شكله حلو قوي، ولا ريحته، انا هاخده. انت اصلا ورد امبارح لسه عندك وما لحقش يدبل. السكرتيره اخدت الورد وخرجت، ومرام وقفت جنب الشباك وسرحت في امير وقالت لنفسها: يا ترى انت اللي بتبعت الورد يا امير ولا لا؟ وايه بس اللي فكرك بيا تاني؟ ما انت خلاص اخترت واتجوزت اللي تستاهلك. رجعت مرام بذكرياتها لما كانت في اخر يوم امتحانات، وقفت مع حنان صاحبتها وقالت: الحمد لله الامتحانات انتهت، بابا وعدني بفسحة حلوة في القاهرة. بقول لك ايه، ما تكلمي باباكي وتيجي معانا. حنان اتوترت وقالت: لا مش هينفع، انا الفترة الجاية هبقى مشغولة. مشغولة في ايه بس؟ ما الامتحانات وخلاص خلصت، ايه تاني هيشغلك؟ هبقى مشغولة في حاجات في البيت، هبقى اقولك عليها بعدين. بقول لك ايه، هو دكتور امير لسه مش بيكلمك؟ من وقت اللي حصل اخر مرة وانا معرفش عنه حاجة، حتى كمان محاضرته الأخيرة ما كنتش بحضرها. ابتسمت حنان وقالت: طب خلينا نرجع البيت أحسن، أنا مطبقة وما نمتش من امبارح وعاوز أرتاح. حنان خلصت كلامها وخرجت من الكلية، ومرام كانت وراها. استغربت مرام لما لمحت حنان بتركب العربية مع أمير. وقفت مرام محتارة وقالت: مش ده أمير؟ إزاي حنان ركبت معاه العربية كده؟ إيه علاقتهم ببعض أصلا؟ لا أكيد بيتهيألي، أكيد اللي حنان ركبت معاه ده حد شبهه. ركبت مرام تاكسي ورجعت البيت، وقابلها فاروق جدها وقال: أهلا بحبيبة جدك، قوليلي عملت إيه في امتحاناتك؟ الحمد لله يا جدي، ما تقلقش حليت كويس كمان. أنا بقى ناوي أجيب تقدير عالي زي ما وعدتك، وأني هجيب لك العربية اللي وعدتك بيها. ها قوليلي بقى نفسك في إيه تاني؟ قطعهم أكرم اللي قال: يا سلام، هو أنت ما عندكش أحفاد غير مرام؟ طب ما أنا هو بقالي سنتين متخرج وطلبت منك عربية رفضت ليه؟ العربية دي أنت تجيبها من فلوسك لما تشتغل وتحوش وتحط القرش على القرش. طب ما أنا وعيسى بنشتغل، وأنت عارف إن لسه الشركة في أولها. وماله، ربنا يجويكم. خدها مني نصيحة يا ولدي، الحاجة اللي هتتعب فيها هي دي اللي هتحافظ عليها، إنما لو جاتلك بسهولة كده يبقى هتفرط فيها برضو بسهولة. قطعهم كمال اللي جه وقال: ايه الاخبار، متجمعين كده ليه؟ وفين عيسى؟
اتكلم فاروق وقال عيسى سافر القاهرة النهاردة، عدى علي الصبح وجالي. اتكلم كمال وقال له البلد كلها مجلوبة، وبيقولوا ان النايب عامل وليمة كبيرة وعازم البلد كلها والكرة المجاورة كمان. وده من امتى ده؟ هو في حد كان بيشوف وشه الا وقت الانتخابات؟ سمعت ان بنته هتتجوز دكتور في الجامعة، وعشان كده عامل لها فرح كبير. استغربت مرام وقالت بنته مين؟ هو ما عندوش غير بنت واحدة، وهي حنان صاحبتي، وهي اصلا مش مخطوبة. اتكلم كمال وقال لها يبقى اكيد هي ما قالت لكيش ولا ايه؟ غريبة دي، لا ما قالت ليش، اكيد في حاجة غلط، ولا يكون قصدك على نايب تاني؟ لا هو نايب واحد، ابقي كلميها وتأكدي منها. طب انا هطلع بقى اوضتي ارتاح وابقى اكلمها واقول لك. مرام اخدت تليفونها وطلعت اوضتها وكانت بتتصل بحنان، ولكن اتصدمت لما لقيتها عامله لها بلوك. استغربت مرام وقالت دي حطاني في قائمة الحظر. طب ليه؟ غريبة دي، مع ان احنا كنا لسه مع بعض. عموما هبقى اتصل بيها تاني بعدين. باك رجعت مرام من ذكرياتها على صوت عيسى اللي واقف وراها وقال يا ترى ايه اللي بتتفرج عليه من الشباك ومخليكي سرحانك ده؟ انا خبطت على الباب اكتر من مرة وانتي مردتيش. ها؟ لا ابدا مفيش. قولي هو في حاجة ولا ايه؟ لا مفيش، كنت جايلك علشان تيجي تحضري الاجتماع. النهاردة هيبقى موجود وكيل الشركة الايطالية، وانتي عارفة انا مش بفهم ايطالي. اها عاوزنا ترجم لك يعني؟ وماله، بس هتدفع كام؟ بقول لك ايه، ما هو جده ولا جده ده شغلك، يلا قدامي بلاش شغل الانتهازيه ده. وفي المزرعه كانت اسيل وورده قاعدين تحت شجره التفاح، وورده قالت ما تبطلي تفاصه بقى، الناس هتقول عليكي مفجوعه، انت واكله لوحدك يجي 2 كيلو. بصراحه انا اول مره في حياتي اكل تفاح حلو كده، ولا المانجا روعه بجد. بقول لك ايه، خدي دوقي. لا انا شبعت، تعالي نتمشى شويه، الشمس خلاص هتغرب، وعمو كمال اكيد هيجي دلوقتي ويقول لنا يلا علشان نروح. تعرفي ان عمو كمال ده طيب قوي؟ والله لولا انه راجل كبير وعارف حكايتنا كنت عرضت عليه الجواز واتجوزته. حتى الراجل الكبير مش هيسلم من تحت ايدك. يلا قومي بينا نتمشى، يمكن تهضمي اللي انت اكلتيه ده. ورد واسيل كانوا بيتمشوا، ورد جالها تليفون وكانت بتتكلم فيه، وأسيل سرحت وسط الشجر وبعدت عنها لغاية ما انتبهت ان الشمس بدأت تغرب والنهار بيختفي واحدة واحدة. أسيل قالت يوه اعمل ايه انا دلوقتي، مش عارف ارجع ورجلي وجعتني. طلعت أسيل تليفونها ولكن لقيته فاصل شحن، نفخت بضيق وقالت اوف حتى انت كمان هتفصل، طب اعمل ايه طيب؟ وفجأة لقيت اللي بيخبط على كتفها، التفتت بسرعة وكان معتز اللي قال مش قلتلك انك عاملة زي الجنية بتطلعيلي في كل مكان؟ لا ما هو مش معقول، انت تاني؟ الموضوع ده زاد قوي عن حده، على فكرة انت اكيد قاصد صح، الارض ارضي والمزرعة بتاعتي، انت اللي تبقي قاصدة لانك جايلها برجليكي. هو انت تعرف عمه كمال؟ لو قصدك على كمال المرشدي فده يبقى صديق والدي. طب يلا خدني عنده او عند ورد صاحبتي، لاني تهت وسط الشجر والدنيا ضلمت وانا تعبت من المشي بصراحة. طب مش هتقوليلي الاول انت ايه، جنية ولا انسية زينا؟ اعتبرني جنية وخاف مني بقى عشان انا ممكن اسلط باقي العفاريت عليك. لا بس انا اول مرة اشوف جنية حلوة كده. بقولك ايه، ما تقوليلي بالظبط ايه حكايتك، انت بجيتي بتطلعيلي اكتر من اي حاجة. قطعهم كمال اللي جه ومعاه ورد وقالت فينك يا أسيل؟ دورنا عليك كتير، حتى تليفونك كان مقفول. اتكلم معتز وقال أنا لسه لاجيها دلوقتي، شكلها تاهت وسط الشجر ومعرفتش ترجع، أنا كنت جايبها وراجع. اتكلم كمال وقال شكرا لك يا ابني، عموما احنا كنا ماشيين. يلا يا بنتي، رد معتز وقال له لا مش هيحصل، انتوا لازم تتعشوا معنا الأول وبعدين أنا هوصلكم بنفسي. كمال كان هيعترض بس معتز صمم، وفي النهاية كمال اضطر انه يوافق. ورد شدت أسيل على جنب وقالت ايه حكاية الشاب ده، كان بيتكلم معاكي ويقولك ايه؟ الشاب ده حكايته حكاية، تعالي بس نمشي دلوقتي وانا هبقى احكيلك بعدين. وبعد وقت كلهم رجعوا البيت، وورد قالت انا هطلع قط نام، تصبحوا على خير. ردت أسيل وقالت واني كمان، خديني معاكي، شكلي خلاص اخدت على النوم والصحيان بدري. اتكلم كمال وقال روحي انت يا ورد واستني انت يا أسيل، انا عاوزك في موضوع. ورد طلعت اوضتها واسيل قربت من كمال وقالت خير يا عمو، هو في حاجة؟ تعالي نقعد نتكلم في المكتب، بلاش نبقى واقفينك ده. كمال واسيل راحوا المكتب وكمال قعد وقال معتز الصواف طلب يدك مني النهاردة، واني بصراحة ما عطيتهوش رد غير لما اسألك الاول.
مش هينفع، انت عارف انا ايه وتربيت فين، محدش هيقبل يتجوز واحدة زيي. هو سألني عنك وقلت له انك صاحبة ورد مرات عيسى، وما جبتلوش سيرة عن حكاية الملجأ غير لما اقولك الاول. حتى لو قلت له اكيد هيرفض، ما يمكن يوافق، مين عارف. قطعته اسيل لما وقفت وقالت انا مش عاوزة اعشم نفسي بحاجة نهايتها معروفة، احنا بنتعامل دايما على اننا ولاد حرام، محدش بيقدر الظروف اللي احنا عشناها. بعد اذنك يا عمو تصبح على خير. خلصت اسيل كلامها وسابت كمال ومشيت، وكمال للحظة حس بالحزن وانهم فعلا كانوا بيعانوا كتير. وتاني يوم اسيل كانت قاعدة في اوضتها وورد معاها وقالت طب ما تديله فرصة وتكلمي معاه، ما يمكن عادي تكون حاجة زي كده مش هتفرق معاه. يا سلام، يعني واحد ابن عيلة زي ده وغني وشاب صغير هيتجوزني انا تربية الملاجئ على ايه؟ عشان بيحبك مثلا، ولا دي ما تمشيش معاكي؟ بيحبني؟ لا ما اعتقدش، ده اعجاب كده في الاول، ولكن بمجرد ما يعرف الحقيقة هيمشي ومش هيرجع تاني. يعني ده اخر كلام عندك؟ ايوة، انا اتكلمت مع عمه كمال وهو زمانه اتصل بيه وعرفه كل حاجة. امير رجع البيت وكانت حنان مستنياه وقالت الحمد لله على السلامة يا حبيبي، اتصلت عليك طول النهار ما كنتش بترد عليا ليه؟ أمير بعد عنها وقال ما كنتش فاضي، كان عندي شغل، وياريت ما تبجيش تتصل تاني. حطت حنان ايديها على بطنها وقالت أني شكلي بتوحم وكنت عاوزك تجيب لي برتقان، بكرة هبقى بعتجيب لك، سيبيني بقى عشان عاوز ادخل انام. دخل أمير غير هدومه وكان هينام، ولكن حنان قعدت جنبه وقالت من يوم ما رجعنا لبعض وانت سايبني لوحدي طول الوقت، حتى لما بترجع بالليل بترجع عشان تنام، انا نفسي تهتم بيا وبابنك اللي في بطني. ايه عاوزاني اسيب شغلي وحالي واقعد جنبك؟ سيبك من شغل الحريم ده، انت عارفه كويس اني رجعلك عشان اللي في بطنك مش حبا فيكي. لا بقى دي ما بقتش عيشه، انا زهقت وما اقدرش اتحمل كده كتير. طالما مش عاجبك يبقى الباب يفوت جمل، وافتكري كويس انك لو خرجت من هنا مش هرجعك مرة تانية. خلص أمير كلامه وسابها ونام، وهي قعدت مكانها تعيط، وبعد وقت وقفت تمسح دموعها وكانت هتخرج من الأوضة، إلا أن لفت نظرها صورة طالعة من القميص اللي كان أمير لابسه، قربت منه وطلعت الصورة واتفاجأت أنها المرام. بصت للصورة بحقد وقالت أني حاولت أخلص منك زمان، بس يظهر أنك رجعتي تاني عشان تبوظي حياتي، بس مش هسمح لك بده ابدا. وفي بيت معتز الصواف وقفت خديجة ام معتز وقالت عاوز تتجوز بنت ملاجئ؟ انت اتجننت يا معتز، عاوز تجيب راسنا الارض هو الناس تتكلم علينا؟ اتكلم معتز وقال اني اهم حاجة عندي هي اسيل كويسة ومحترمة، ولو على لبسها اني اكيد بعد الجواز هغيره وهخليها تتحجب كمان. لا يا معتز، يعني مش ممكن اوافق على حاجة زيك ده، بقى انا بحلم طول عمري اجوزك واحدة من بنات العائلات المحترمة، وفي الاخر تتجوز واحدة ما نعرفش اصلها من فصلها، ما يمكن بنت عيلة واهلها هم اللي تخلوا عنها. هي يعني زنبها ايه؟ تبقى بنت حرام، طالما اهلها تخلوا عنها يبقى مش ممكن ادخلها بيتي واديها اسم عيلتي، بس اني معجب بيها وعاوز اتجوزها. اسمعني يا معتز كويس، انا كان نفسي يجي اليوم اللي تقولك ده، وانا وقتها كنت هجري اخطب لك اللي تشاور عليها، بس لما تكون بنت ناس، انما مش واحده من الشارع. يعني ده اخر كلام عندك؟ لو فكرت تتجوزها يا معتز لن تبني ولا عاوز اعرفك من تاني، خدها وروح عيش بعيد عني. خلصت خديجه كلامها ومشيت، ومعتز كان واقف محتار. وفي الجنينه اسيل كانت قاعده سرحانه، جت مرام وقالت يا بخته اللي واخد عجلك، يلا قومي بسرعه بتفكري في ايه؟ اسيل ابتسمت وقالت ولا حاجة، قوليلي صح، هو انت لما عرفتي اني تربيت في ملجأ ما خفتيش مني؟ بصراحة في الاول كنت محرصة في التعامل معاكم سواء انت او ورد، كنت فاكرة انكم هتبقوا مختلفين سواء في الطبع او غيره، بس لما عرفتكم وعشرتكم كويس لقيتكم احسن من مليون بنت تربت وستايلتها. ابتسمت اسيل وقالت يا ريت الناس تبصلنا بنفس النظرة دي، الناس دايما بتعاملنا على اساس اننا ولاد حرام. وانت ذنبك ايه؟ ما يمكن يتيمة واهلك ماتوا، ولو كانوا عايشين كنت هتبقي في مكان تاني. يا ريت، بس الناس للاسف بتحكم بالمظاهر وبس، وتلاقي اني مضطره اقعد افسر للناس اني مش بنت حرام ولا حاجه، وان اهلي حصلت لهم ظروف وده اللي خلاني اتربيت في ملجأ. هو الموضوع صعب فعلا، بس اكيد في يوم من الايام هتلاقي الحاجه اللي تعوضك عن ده كله. تعرفي اني كنت بفكر ادور على اهلي فعلا، انا نفسي الاقي حد منهم. على فكرة أنا بشجعك تعملك ده لو تقدري توصلي لحد منهم، على الأقل تعرفي أصلك كويس،
أنا فعلا بفكر أسافر القاهرة وأرجع للملجأ اللي تربيت فيه وأعرف من هناك كل حاجة عن حياتي اللي فاتت. مرام مسكت إيديها وقالت اتأكد إن هو ده الصح، وأني لو في مكانك ما كنتش هتردد إن أعملك ده. فعلا ممكن تلاقي حد من أهلك بيدور عليك بقاله سنين. وعند كمال اللي قعد مع الغفير وقال قولي إيه الأخبار اللي وصلت لها؟ أهو أنت بقالك أسبوع مسافر، يا رب تكون وصلت الحاجة. وصلت المعلومة خطيرة جوي، وهي أن سمر بنت فريال كان أبوها قبل ما يموت سايب لها وديعة في البنك، والوديعة دي ما تتفكش غير بعد ما تتم سن 18 أو بوفاتها تتوزع على الورثة. تمام، طب ممكن نقدر نوصل لها عن طريق الوديعة، وأكيد هي صرفت الفلوس من البنك. لا، عمها زور شهادة وقتها قبل ما يرميها عشان ياخد الفلوس من البنك. أعوذ بالله، أكل مال اليتيم الأهم من كل ده. البنت فين؟ البنت اتحطت في ملجأ، وطبعا كانت باسم مختلف عن اسمها الحقيقي عشان كده لما دورنا عنها باسم سمر ما لقيناهاش. مظبوط، انا رحت لضابط كده معرفة وحكيت له الحكاية، وهو وعدني انه يبحث بنفسه عن الموضوع. الحكاية بدأت تتعقد اكتر وبقت صعبة قوي. الله يسامحك يا والدي، لو ما كانتش وصيتك. الغفير وقف وقال ان شاء الله هتتحل ونلاقيها، واكيد بعد المعلومات اللي وصلنا لها دي كلها ان شاء الله. بس اهم حاجة زي ما قلتلك محدش يعرف اي حاجة عن الموضوع ده، حتى عيسى. هز الغفير راسه بالموافقة وخرج. اسيل كانت في اوضتها بتلم هدومها، ووردة قعدت على السرير وقالت هو انت يعني هتستفيدي ايه لما توصلي لاهلك؟ على الاقل ما يتقالش علينا اننا ولاد حرام، نقدر نحط صوابعنا في عين التخين ونقول له احنا عندنا اهل. كل ده عشان الاسم معتز اللي انت حبيتيه ولا ايه؟ اسيل اتوترت وقالت الحكاية مش حكاية معتز، طب ما انت عيسى بيعاملك ازاي؟ لو كان ليكي اهل مستحيل كان يعمل معاكي كده. ما تنسيش اننا السبب في كل ده، وهنا بدفع التمن دلوقتي، بقيت عاملة زي اللي في سجن ومستنية افراج. التمن ده احنا طول عمرنا بندفعه من حياتنا وعمرنا ونظرات الناس لينا. انا خلاص ما بقتش قادرة استحمل ولا حتى اعافر. طب قوليلي ناوية على ايه؟ سواء جيتي معايا او لا انا هرجع القاهرة وادور على اصلي، يمكن الاقي حد من اهلي يكون لسه عنده ضمير. ورد وقفت ومسكت ايديها وقالت ان شاء الله تلاقيهم، يمكن يكونوا بيدوروا عليكي زي ما بتدوري عليهم. وعند العرافة اللي رمت البخور وقالت طمنيني جوزك عامل ايه معاكي؟ ورشيت المية اللي اديتها لك المرة اللي فاتت زي ما قلتلك؟ رشيتها، وكمان حطيت له الحجاب تحت المخدة زي ما قلتيلي، ورغم كده ولا طايقني ولا طايق حتى يجرب لي. الصبر الصبر يا بنتي، ماني قلتلك اللي عليه قوي وده اللي مخليه نفر منك. طب والعمل؟ انا زهقت، البت اللي كان بيحبها رجعت تاني هنا وهتعيش على طول، وهو لقيته شايل صورتها في جيبه. البت دي شكلها هي اللي سحراله وده اللي مخليه معمي ومش شايف قدامه غيرها. طب والعمل؟ مستحيل اسيبهولها مهما حصل. وقفت العرافة وبدأت تقول كلام مش مفهوم، وبعدين بصت لحنان وقالت جوزك لسه قلبه متعلق بيها وطفها محاوطه في كل مكان، الحل ان البت دي تبعد عن طريقكم للابد. وانا هعمل ازايك ده؟ انا زمان عملتها بعجوبه ودلوقتي مش هقدر. يبقى ما فيش غير حل واحد، البت دي لازم تتخلصي منها، لازم تختفي من حياتكم للابد. ابتسمت حنان بشر وقالت فعلا مرام لازم اخلص منها، انا مش هستنى لما امير يروح لها تاني برجليه. عيسى كان خارج من البيت ومعاه شنطة سفر، وكمال قابله قال له رايح على فينك ده؟ وايه الشنطة اللي في يدك دي؟ مسافر القاهرة اسبوعينك ده، في شغل لازم اخلصه من هناك. ولما انت هتسافر المدة دي كلها ليه مش واخد مرتك معاك؟ مش هينفع، انا مسافر في شغل مش هتفسح، طالما هتقعد المدة دي كلها هناك يبقى لازم تاخدها معاك، ما ينفعش تبقى انت هناك وهي قاعدة هنه لوحدها. بص له عيسى بضيق وقال ماشي هاخدها معايا لما اشوف اخرتها. ابتسم كمال وهو بينده الورد وبيطلب منها تجهز شنطتها عشان تسافر مع عيسى. وفي الشركة دخل اكرم لمكتب مرام وهي ماسكة بوكيه الورد وبتقرا الكارت اللي معاه، وقالت لو كانت القلوب تهدى لكان قلبي هو اعظم هدية اقدمها لك. قفلت مرام الكارت وبصت لاكرم وقالت ده شكله واحد مختل عقليا فاضي وعنده فراغ عاطفي. بقول لك ايه يا اكرم، خد الورد ده حطه في اي مكان، ده بقى بيسحب الاكسجين. اكرم استغرب وقال وليه بتقولك ده؟ ما يمكن اللي بيبعتلك الورد ده يكون بيحبك بجد، ولما هو بيحبني ما جاش ليه في وشي يقولي ده شكله واحد فاضي؟ ما يمكن خايف من رد فعلك او خايف تجرحيه. مرام فكرت وقالت اسهل طريق للحب
هو الاعتراف، وإلا هيبقى من طرف واحد، ده لو كان حب أصلا. أكرم كان هيتكلم بس السكرتيرة دخلت وقالت في إيميل وصل في الشركة في القاهرة، وفي مواعيد أفواج الرحلات اللي هتوصل اللوكسور. اتكلم أكرم وقال تمام، روح انتي وإحنا هنبقى نبص عليها بعدين. قعدت مرام على المكتب وفتحت اللابتوب وقالت أني هشوفها، وانتي عاوزاك تجيبي اللاب بتاعك عشان نقدر نعمل برنامج للرحلة ونبعته للفرع الرئيسي. أكرم حس بالضيق ومشي وسابها. وفي عربية عيسى كان عيسى متضايق وبيخبط بإيديه على الدريكسيون، وورد بصت له بغيظ وقالت على فكرة انت ممكن تنزلني وانا هركب مواصلات، وما تقلقش مش هجيب سيرة لوالدك. ليه؟ هو انت فاكراني عيل صغير خايف من ابوه؟ يعني حساك انك مجبر انك تاخدني معاك، وده شيء انا مش حباه. عيسى سكت وزود من سرعة العربية، وورد كانت خايفة وقالت عيسى انت كده هتموتنا، وقف العربية لو سمحت نزلني هنا وانا هكمل الطريق لوحدي. مش بعد ده كله متخيلة اني هسيبك بالساهل كده، انت اللي حاطتينا على الطريق ومضطرة تكملي معايا للآخر. انا مش فاهمة حاجة، انت تقصد ايه بكلامك ده؟ عيسى سكت وورد كانت بتتخانق معاه، وهو كان بيزيد اكتر من سرعة العربية لدرجة انه انفعل وما خدش باله من العربية اللي جاية قصاده ودخل فيها. وعند أسيل كانت قاعدة مع مديرة الملجأ وقالت يا ترى ايه فكرك بينا بعد السنين دي كلها؟ بصراحة انا كنت جاية يعني اسلم على اخواتي اللي هنا، وكنت عاوز اعرف حاجة كده منك. كويس انك لسه فاكرانا، احكيلي الاول عاملة ايه في حياتك؟ بتشتغلي فين؟ واتجوزتي ولا لسه؟ وفين ورد صاحبتك؟ ورد اتجوزت وهي مشغولة دلوقتي، في الوقت المناسب هتبقى تيجي معايا. انا بس كنت عاوز اعرف انا جيت هنا ازاي؟ مش فاهمة تقصدي ايه؟ اقصد انا مين؟ ايه اللي جابني هنا؟ انت قلتيلي زمان ان في حد من اهلي هو اللي جه وسابني في الملجأ. المديرة سكتت وهي بتحاول تفتكر ذكريات من الماضي. وفي المستشفى ورد كانت واقفة وايديها ملفوفة بشاش وبصت للدكتور وقالت طب وهو عامل ايه دلوقتي؟ يا ترى هقدر ادخله ولا لا؟ تقدري تدخليله بس ياريت بلاش تتعبيه بالكلام الكتير، هو كده كده كويس، المحلول يخلص وتخرجوا بعد شوية. هزت ورد راسها ودخلت لأوضة عيسى اللي كان نايم على السرير، وأول ما شافها بصلها باستغراب وقال انت مين؟ وفين مرام وبابا؟ ورد استغربت وقالت أنا ورد، هو أنت مش فاكرني؟ لا مش فاكرك، أنا حاسس إن أول مرة أشوفك، حتى كمان مش فاكر الحادثة حصلت إزاي. ابتسمت ورد وقالت أنت فقدت الذاكرة؟ ذاكرة إيه اللي فقدتها؟ بقولك إيه، شوفيلي تليفون خلينا اتصل بأكرم. جريت ورد ندهت على الدكتور اللي جه، ولما فحص عيسى قال من الواضح ان الاستاذ عيسى فقد جزء كبير من ذاكرته، وده اللي مخليه فاكر اشخاص وناس تانية لا. طب والعمل ده؟ انا مراته. مرات مين؟ انا اصلا مش متجوز. هو انتوا اتجوزتوا امتى بالظبط؟ تقريبا كده من شهر، وكنا مسافرين نقضي الهانيمون سوا، بس عيسى ما خدش باله من الطريق وعملنا حادثة. يبقى عشان كده من الواضح انك يا استاذ عيسى نسيت الاحداث الاخيره اللي حصلت في حياتك، وخصوصا انها من فتره قريبه. عيسى بص الورد من فوق لتحت وقال بجاني ما لقيتش حد في الدنيا اتجوزه غير دي. طب ايه رايك انك كنت بتموت فيا لدرجه انك فضلت شهور تجري وتتحايل عليا عشان اتجوزك؟ ها؟ الدكتور ضحك وقال انا هسيبكم مع بعض، بس يا ريت يا مدام ورد تحاولي تسترجعي معاه ذكرياتكم، واكيد الذاكره هترجع له. اتكلمت ورد في نفسها وقالت يا رب ما ترجع له، ده انا وقتها هشعلقه عشانكي. الدكتور خرج ووردة قربت من عيسى وقالت ها يا حبيبي قولي، تحب نطلب اكل جاهز ولا هناكل من اكل المستشفى؟ انا مش قادر اصدق اني اتجوزتك، اكيد انا تعميت. على فكرة انت حفيت ورحت البابي وتحيلت عليه كتير عشان يوافق، اصلك مش من مستوانا. فعلا انا مش بالمستوى ده، اتفضلي هاتي تليفوني عشان اكلم اكرم او مرام. تليفونك ضاع في الحادثه وانا كمان تليفوني اتكسر، المشكله اني مش حافظ اي ارقام. عموما لما نرجع البيت اكيد هتاكد من الكلام اللي بتقوليه ده صح ولا غلط. وعند اسيل اتكلمت وقالت انت متاكده اني لما جيت هنا كان حد من اهلي اللي جابني؟ طب هو مين؟ ايوه اللي جابك وقتها كان عمك، ولما سالته عن السبب قال لي انه مسافر ومش هيقدر ياخدك معاه. اسيل ابتسمت وقالت طب اسمه؟ اسمه ايه؟ او اي حاجة توصلني بيه. المديرة وقفت وراحت لدولاب الملفات وقالت استني هدور تاني في الملفات اللي معايا ممكن اوصل لحاجة. طلعت المديرة الملفات وكانت بتدور فيها وقالت يظهر ان الملف بتاعك راح الارشيف، اديني فرصة لبكرة او بعده ادور عليه واكلمك.
لا بكرة ايه، ده انا جاية من سفر وعندي امل اوصل لأي حاجة النهاردة. يعني انتي استنيتي السنين دي كلها وجاية دلوقتي تستعجليني؟ اصلا مفتاح الارشيف مش معايا، هدور عليه في البيت زي ما قلتلك. روحي وبقي تعالي بكرة. ماشي، ما فرقتش النهاردة من بكرة، المهم اني اوصل لحد من اهلي. ما تتعشميش قوي لاني مش فاكرة بالظبط ايه اللي حصل. وعند حنان اللي رجعت من برا واتفاجأت لما لقيت امير قصادها وقالت: امير انت ايه اللي رجعك بدري؟ مش كان لسه معدك مش دلوك؟ امير بصلها بسخرية وقال: ايه هتحددي مواعيد دخولي وخروجي من البيت كمان؟ قوليلي انت كنت فين الاول؟ انا حسيت بشوية مغص ورحت للدكتورة، كتبت لي شوية مسكنات وقالت لي اني لازم ارتاح. كدابة، انت مش حامل ولا حاجة، اطلعي بحكاية جديدة عشان اصدقها. يعني ايه اللي بتقوله ده؟ انا قلتلك اني حامل ورحنا المعمل وعملنا الاختبار. ايه لسه بتكدبني بعد كل ده؟ ايوة لانك فعلا كدابة ومفيش حمل. اتفضلي تعالي معايا على الدكتور ونتأكد هناك. بس الحمل لسه في الاول ومش هيبان. في الاول ازاي؟ هو مش حسبتك انك تقريبا جفلت الشهر التالت؟ مش عارفة، بس يعني الحمل مش هيبان وخلاص. كدابة يا حنان، وتفضلي لمي هدومك وامشي من هنا، مش عاوز اشوف وشك تاني. حنان قربت منه ومسكت ايده وقالت له برجاء: ارجوك يا امير اديني فرصة واني هصلح كل حاجة، انا بحبك ومقدرش اعيش من غيرك. امير بعد عنها وقال: امشي يا حنان ووركتك هتوصلك، انا خلاص طفح الكل من كدبك وألعيبك. امير انا لو مشيت من هنا انت هتندم العمر كله. امير بصلها بكره وقال: انا عمري ما ندمت، جد ما ندمت اني اتجوزت. خلص امير كلامه ونزل قابل ابوه اللي قال: اتأكدت من الكلام اللي قلتلك عليه؟ ايوة اتأكدت وخلاص طلقتها، انا ما بقتش عاوزها ولا طايق حتى شوفها. حنان دي شطان كيف ابوها تمام، اللي استغليني عشان ينهب ارضي وياخدها. اوعدك يا ابوي اني لو عشت هرجع لك ارضك مهما كان التمن. لا يا ابني انا مش مستغني عنك، خلاص انا استعوضت ربنا في الارض، بس مش هقدر استعوض ربنا فيك. انا ماشي دلوك وعاوز لما ارجع تكون مشيت، ومش عاوز اي حاجة ليها في البيت. خلص امير كلامه وسابه ومشي. راح عند الشركة واستنى مرام وهي خارجة وجري عليها وقال: مرام مرام استني، في حاجة مهمة عاوز اقولك عليها. نفخت مرام بضيق وقالت: انت ايه اللي جابك يا امير؟ ايه مش مكفيك اللي حصل لي بسببك؟ مرام انا عارف اني غلطت في حاجة كتير وظلمتك، ارجوك اديني فرصة. الموضوع خلاص انتهى يا امير ومن زمان كمان، يا ريت بقى تنساني وتبطل كمان تبعتلي الورد اللي بتبعته كل يوم. استغرب امير وقال: ورد؟ ورد ايه ده؟ يعني مش انت اللي بتبعتلي ورد كل يوم على مكتبي؟ وقال: ايه بتكتبلي اشعار كمان. امير حس بالغيرة وقال: لا مش انا، بس مين اللي ممكن يعملك ده؟ غريبة، امال لو مش انت هيكون مين؟ خلاص مش مهم اعرف، ووسع بقى من طريقي عشان عاوز امشي. جه اكرم يجري وقال: مرام في حاجة؟ مالك يا امير واقفك ده ليه؟ مفيش، اصل دكتور امير كان بيسألني على عيسى، كان جايله الشركة وكنت بقوله انه مسافر. فعلا عيسى مسافر، عموما هو هيرجع بعد اسبوع، ابقى كلمه في التليفون. يلا يا اكرم عشان توصلني في طريقك، انا مرهقة النهاردة ومش هقدر اسوق. اكرم اخد مرام لعربيته قصاد امير اللي كان بيبصلها بحسرة وبيندم على كل لحظة عاشها بعيد عنها. فتح عيسى باب الشقة ودخل، وورد دخلت وراه وهي شايلة الشنطة وقالت بتعب: طب يعني انت فقد للذاكرة، مش مشلول علشان تسيبني اشيل الشنطة لوحدي. بص عيسى يمين وشمال وقال: هو بابا ومرام فين واكرم فين؟ محدش فيهم هنا، كلهم في الصعيد. استغرب عيسى وقال: ازاي في الصعيد؟ احنا مش متعودين نسيب الشغل كلنا كده مرة واحدة. قعدت ورد بتعب وقالت: هو الله بأسألهم، اما انا بقى فعاوز ارتاح. عيسى قرب منها وبصلها جامد وقال: هو انا بجد اتجوزتك؟ غريبة دي، انا مش قادر اصدق. عيسى الله ما تزعلنيش منك، امال كنت طول الوقت عمال تقولي بحبك وبموت فيكي، ايه الكلام ده ما كانش من قلبك؟ هاني اقولك ده؟ طب قوليلك ده سبب واحد خلاني احبك. عينيا. ايوه عينيا، انت قلتلي ان اكتر حاجة بحبها فيكي هي عينيكي، ورينك ده. عيسى قعد جنبها وبص في عينيها، واللحظة وردة وطرت ووقفت بسرعة وقالت: انا هروح اغير هدومي. اخدت ورد شنطتها بسرعة ودخلت الأوضة ووقفت ورا الباب تحط ايديها على قلبها وقالت: يا لهوي عليه، ده انا اللي بيني هحبه بجد ولا ايه؟ اخدت ورد هدومها ودخلت اخدت شاور وخرجت، لقيت عيسى نايم على السرير وقالع التيشيرت، حطت ايديها على عينيها بسرعة وقالت: ايه قلة الادب دي، ما تلبس اي حاجة.
هو مش انتي بتقولي انك مرتي؟ ايه بقى مكسوفة من ايه؟ تعالي جربي اقعدي جنبي. وردة جهلته وراحت عند المراية تسرح شعرها، وعيسى وقف وقرب منها وحضنها من ظهرها وقال ريحتك حلوة قوي، قوليلي اسم البرفيوم اللي بتستخدميه. وردة وطرت وقالت وسع كده، انا مش واخدة على كده، بص احنا متجوزين وكده، بس كل واحد بينام لوحده، تقدر تقول كده احنا اخوات. نعم اخوات ازاي؟ انتي مش كنتي بتقولي اننا متجوزين عن حب؟ طبعا، بس يعني متجوزين من فترة صغيرة وملحقناش ناخد على بعض. عيسى قرب منها تاني وقال خلاص بسيطة، خلينا دلوقتي ناخد الخطوة دي ونجرب من بعض، بس انا مش مستعدة. بقولك ايه وسع كده، والله حاسة اني هموت من الحر. عيسى قرب منها اكتر وحضنها وقال داني اللبجة مجنون، لو سبتك تبعدي عني اني حاسس دلوقتي اني فعلا بحبك. يظهر ان القلب ما بينساش ابدا اللي بيحبهم. تاهت ورد معاه في كلامه ولمساته، والاتنين غابوا في عالمهم الخاص. وعند اكرم اللي رجع البيت وطول الطريق كان ساكت، ومرام لما نزلت من العربية اتكلمت وقالت ممكن اعرف فيه ايه ومالك؟ حاسة انك متضايق من حاجة. انت كنت واقفة مع اللي اسمه امير ده ليه؟ انا مش داخل دماغي انه كان بيسأل عن عيسى، لانه ببساطة كان ممكن يتصل بيه. معرفش، انا كنت خارجة وهو وقفني وسألني عنه وقلت له انه مش موجود، وانت جيت على طول بعدها. اكرم بصلها بشك وقال يعني متأكدة ان مفيش حاجة تانية؟ هيكون في ايه يعني؟ مثلا انا داخله اشوف بابا، ولو عاوز تفضل واقف كده براحتك. خلصت مرام كلامها ودخلت، واكرم قال ماشي يا مرام انا هعرفه بطريقتي. افتكر اكرم عيسى اللي بيتصل بيه من وقت طويل وتليفونه مقفول، طلع التليفون وحاول يكلمه تاني بس كان مغلق، وقال غريبة دي، عيسى مستحيل يقفل تليفون الفترة دي كلها، يمكن يكون وصل تعبان ونام ونسي يشحنه. عموما هبقى اتصل بيه مرة تانية. وعند امير اللي راح الجسر اللي متعود يقعد عليه ولقى معتز قاعد قبله، ابتسم امير وقال يظهر اننا في الهوا سوا، هو مكتوب علينا نتكوي بنار الحب. تفتكر انا مصيري هيكون زيك ولا لسه في امل؟ هو ممكن تحصل المعجزة اللي تغير كل حاجة. احنا مش في زمن المعجزات، بس بيني وبينك انت لسه في قدامك فرصة ما تضيعهاش من يدك. ودي هعملها ازاي يعني؟ ماني قلتلك كلهم رافضين الجوازة دي، وخصوصا بعد ما عرفوا انها عاشت وتربت في الملجأ. خدها مني نصيحة، لما تلاقي الحب الحقيقي ما تفرطش فيه وحارب لاخر نفس فيك عشان ما تندمش زي ما انا ندمان دلوقتي. معتز سكت وسرح في كلامه، وامير كمل كلامه وقال انا غلطت زمان لما سمحت للشيطانة اللي اسمها حنان دي توجع بيني وبين مرام، وانا للأسف بغبائي صدقتها وتوهمت ان جوازي من حنان هو المستقبل، لكن فقت على الاوهام. يعني لو رجع بيك الزمن كنت هتسيب حنان بنت حضرة النايب وتتجوز مرام؟ يا ريت كان ينفع رجع الزمن، ما كنتش ضيعت لحظة واحدة من عمري بعيد عنها. راجع نفسك كويس وفكر في كلامي، هتلاقي ان الحب يستاهل انك تضحي علشانه. خلص امير كلامه ومشي، ومعتز كان سرحان في كلامه. وتاني يوم اسيل راحت الدار وكانت قاعدة مع المديرة وقالت ده يعتبر تزوير في اوراق رسمية، ازاي تغيروا اسمي الحقيقي لاسم تاني وهمي؟ اتكلمت المديرة وقالت وقتها كانت بتحصل مش ليكي بس، لا لبنات كتير هنا في الملجأ، وخصوصا ان اهلهم اللي تخلوا عنهم، يعني انا يبقى ليا اسم وعيلة وكل ده يتلغي وانتوا تختاروا اسم على مزاجكم؟ ده في انهي قانون ده؟ والله كل حاجة كانت بتتم بمعرفة الشؤون الاجتماعية، تقدري تروحي هناك وتسأليهم. اتكلمت اسيل بدموع وقالت حرام عليكي، دي تاني مرة جيلك، انا محتاجة معلومة واحدة تدلني مين اهلي او حتى اسمي الحقيقي. اسمعي مني، الباب ده اتقفل من زمان، اكيد لو اهلك كانوا عاوزينك كانوا دوروا عليكي بنفسهم، ما تتعبيش نفسك على الفاضي. يعني ده اخر كلام عندك؟ لو بايدي اني اساعدك في حاجة مش هتأخر، انا قلتلك كل المعلومات اللي عرفها. اسيل وقفت وقالت بس انا برضو مش هيأس ولازم اوصل لهم، حتى لو هم مش عاوزيني فلازم اعرف انا مين وجيت منين. براحتك، عموما انت شفتي الملف بتاعك اللي فيه كل حاجة تخصك، تقدري تروحي الشؤون وهم لو عندهم معلومة هيقولولك. اسيل مشيت وهي مقررة انها ترجع مرة تانية. وبعد وقت كانت اسيل قاعدة مع ورد وقالت بس انا شكة في الولية الحيزبونة دي، انا اصلا عمري ما ارتحت لها وحاسة انها مخبية عني حاجة، وهي هتخبي لي؟ اكيد لو فعلا تعرف معلومة هتقولك على طول. يظهر ان الذوق مش هينفع معاها، انا بقى قررت استخدم الطريقة القديمة. اسيل ما تفهميني بالظبط انت ناوي على ايه
وبلاش الشيطان يلعب بيكي. انا ناويه اروح بالليل والدار مقفوله، ووقتها هدخل وادور بنفسي، اكيد هي في حاجه مخبياها ومش عاوزاني اعرفها. ما بلاش احسن تبلغ لك البوليس. هي يعني هتفرق؟ ما هي كده بايظه وكده بايظه، ما تفرقش كتير. المهم قوليلي، ايه اللي قلتهولي في التليفون ده؟ عيسى بجد فقد الذاكره؟ ضحكت ورد وقالت ده بقى واحد تاني خالص، يا ريته كان فقدها من زمان. احكيلي احكيلي ايه اللي حصل، وعلى الله تخبي عني حاجة. حكت ورد الاسيل على عيسى وازاي هي اقنعته انهم متجوزين عن حب، واسيل قالت وفريد يفتكر كل حاجة، انتي هيبقى مصيرك ايه؟ مش هتفرق، المهم عندي ان ابقى عشت يومين حلوين. انا كان نفسي اعيش جو الاسرة ده قوي. ربنا يحققلك كل اللي بتتمنيه، وعيسى يحبك بجد. وعند عيسى في الشركة كان بيكلم اكرم في التليفون وقال واحنا جايين عملت حادثه والتليفون ضاع، وعشان كده استنيت لما سحبت الشريحه وعرفت اكلمك تاني. طب الحمد لله انك كويس انت ورد. عيسى مرضاش يقوله على فقدانه للذاكره، وقرر انه يسكت لغايه ما يفتكر كل حاجه بنفسه. واكرم قال لو حاسس انك تعبان خد اجازه فتره وانا اجي اكمل الشغل. لا بالعكس، انا كويس، انا حاسس اني غايب كتير عن الشغل، انا هقفل معاك دلوقتي واروح الاجتماع، ولو في حاجه هكلمك. تمام، خلينا نبقى على تليفون. وعند مرام اللي كانت قاعدة على ترابيزة السفرة، وكمال قاعد جنبها وقال ايه الأميرة الجميلة كسلانة النهاردة ومش رايحة شغلها ولا ايه؟ امبارح اشتغلت مدة كبيرة فقلت النهاردة ارتاح وقضي معاك اليوم. كويس، ايه رأيك تيجي معايا المزرعة؟ اني كنت نازل الارض هشوف الفلاحين اللي بيجمعوا جناين الفاكهة. فكرة كويسة، ومنها برضو اغير جو، انا شبعت، هروح اغير هدومي واجهز وارجع لك. وعند حنان اللي وقفت مع واحد وكان باين عليه الإجرام وقالت زي ما فهمتك، عاوزك تاخدها من غير ما حد يشوفك وتروح تخلص عليها وتخفي كل حاجة، واوعى تسيب أي دليل ضدك. أنا يعني أول مرة، ما تجلجيش. طلعت حنان الفلوس ومدت إيديها بيها وقالت دي نص الفلوس اللي اتفقنا عليها، والنص التاني هتاخده لما تخلص زي ما اتفقنا. اتكلم الشاب وقال لها وخلي خالص علينا يا هانم، خيرك سابق، يلا علشان تلحق، عاوزاها ما تغيبش عن عينك، وفي اللحظة المناسبة اعمل اللي اتفقنا عليه. الشاب اخد الفلوس ومشي، وحنان ابتسمت بشر وقالت انا عارفة اني مش هرتاح غير لما اخلص منك للابد. ومن بعيد امير كان واقف يراقبها واستغرب وقال يا ترى يا حنان بتخططي لايه وناوية على ايه تاني؟ خلص امير كلامه ومشي ورا الشاب اللي راح وقف يراقب مرام، واول ما شافها خارجة مع كمال مشي وراها. هنا أمير فهم حنان بتخطط لإيه، وقرر إنه المرة دي مش هيسيبها تنفذ بعملتها. وعند معتز اللي كان خارج من البيت وسمع صوت خديجة بتنادي عليه وقالت في إيه يا معتز؟ أنت بقالك كام يوم متغير، ما بجتش ولا بتاكل ولا بتشرب معانا، حتى ما بجيناش نشوفك. إيه البيت بقى بالنسبة لك لوكاندا؟ أنا مش فاضي وعندي شغل، هبقى أكل أي حاجة في المطعم. معتز كان هيمشي بس خديجة وقفت قصاده وقالت انت بتعاقبني على رفض جوازك من البيت دي؟ انا ولا بعاقبك ولا غيره، انا بس عاوز اعرفك حاجة، البيت دي لو ما تجوزتهاش انا مش هتجوز خالص. هي يعني ايه؟ انت بتلوي دراعي؟ لا لا، عاش ولا كان اللي يلوي دراعك يا خديجة هانم، بس انا راجل ومسؤول عن قراراتي، ومن حاجة اختار او ارفض الحياة اللي هعيشها. الكلام ده لو كنت اخترت صح، اخترت واحدة تليك بينا وبالعيلة، انما مش واحدة ما نعرف لهاش اصل من فصل. وانا هعمل ايه باصلها وفصلها؟ انا اللي يهمني الانسانه دي، وزي ما قلتلك لو مش هتجوزها يبقى مش عاوز حتى اشوف غيرها. خلص معتز كلامه ومشي، وخديجه وقفت تخبط كف على كف وقالت انا مش عارفه البت دي عملت لك ايه بالظبط عشان تبقى كده، دي لو سحرالك مش هتخليك تعمل كل ده عشانها. وعند مرام اللي كانت بتتمشى وسط الزرع وحست بالحر فقررت تقعد تحت شجره ترتاح في ظلها، ولكن ذكريات الماضي كانت لسه بتطاردها. رجعت لورا وهي بتفتكر اللي حصل زمان، فلاش باك. وقفت حنان تبتسم بشر وقالت اخدته منك، هو بصراحة اعترف لي ان عمره ما حبك وطول الوقت كان بيحبني انا، انا ازاي اتخدعت فيكي كده؟ ازاي ما شفتكيش على حجيجتك؟ معلش يا حبيبتي ابقي البسي نظارة. واه نسيت اعزمك، اصل فرحنا خلاص باجي عليه كم يوم، اشبعي بيه، اصلا انتوا الاتنين تستاهلوا بعض. باك مرام فاقت على صوت خطوات بتقرب منها، مسحت دموعها ووقفت بسرعة، فكرته كمال ابوها، الا انها اتفاجئت لما لقيته شاب وشكله ما يطمنش، كانت هتمشي لكن الشاب مسكها بسرعة وحط منديل على وشها
وفي لحظة غابت مرام عن الوعي. الشاب شالها وأخدها مع عربيته عشان يكمل المخطط اللي اتفق عليه مع حنان، ولكن اللي ما كانش في الحسبان هو ظهور كمال اللي جمع رجالته بسرعة وقبض على الشاب ده وأخد مرام منه وحاول يفوقها. وعند أسيل اللي استغلت غياب الأمن عن الباب الرئيسي للدار وقررت إنها تدخل بسرعة قبل ما حد يشوفها، ودخلت لأوضة المديرة وبدأت تدور في الملفات والأوراق على أي معلومة تخصها، لغاية ما لفت نظرها ملف مكتوب عليه ورد. الفضول خلاها تفتحه وكانت بتبص فيه واتفاجأت من اللي شافته. دخلت أسيل تتسحب لمكتب مديرة الدار وكانت بتدور في الملفات، لغاية ما لفت نظرها ملف مكتوب عليه اسم ورد صاحبتها. قعدت وفتحت الملف وكانت هتقرأ المعلومات اللي فيه، بس فجأة حست بحد بيفتح الباب بسرعة. رجعت كل حاجة مكانها واستخبت ورا الستارة. دخلت المديرة وما حستش بوجودها، وكان معاها واحد من الأمن، وقالت زي ما فهمتك، حاول لما البنت دي تيجي وزعها أو قولها مش موجودة، أنا مش عاوزة وجع دماغ. حاضر. أنا برضو استغربت إنها جت بعد السنين دي كلها، قلت يعني مش معقولة جاية تسلم علينا. اللي زي دي خلاص ما صدقت خلصت من هنا، إذا كان هي ولا صاحبتها. المهم نبه على كل الشغالين بكده ومحدش يدخلها، وياريت ما تدخلش مكتبي وأنا مش موجودة. تمام، ما تقلقيش، أنا هعمل كده بعد إذنك بقى علشان سايب البوابة لوحدها. تمام، وأنا كمان هقفل المكتب واخرج وراك. المديرة اتأكدت ان كل حاجة تمام وقفلت باب المكتب بالمفتاح وخرجت. أسيل خرجت من ورا الستارة وقالت يا ترى هي تقصدني انا ولا حد تاني، المهم لازم اشوف الملف بتاعي بسرعة واخرج قبل ما حد يجي تاني ويشوفني. دورت أسيل على الملف بتاعها ملقتهوش، نفخت بضيق وقالت ده ايه الحظ ده، يعني كل البنات ملفاتها موجودة وانا لا، يا ترى هيكون فين؟ شافت ملف ورد وقررت انها تاخده وتبقى تشوفه بعدين، وشالت الملف وكانت هتخرج، الا انها اتفاجئت لما لقيت الباب مقفول بالمفتاح واضطرت انها تروح للشباك وتخرج منه. وفي المستشفى فتحت مرام عينيها وهي بتبص حواليها بخوف، واتفاجئت لما شافت اكرم قاعد جنبها وقال حاسه بايه دلوك، انتي كويسه؟ تحب اندهلك الدكتور؟ مرام اطمنت لما شافته وقالت هو ايه اللي حصل وانا جيت هنا ازاي؟ أنا آخر حاجة فاكرها إني كنت في المزرعة وكان في راجل شكله مخيف كده حاول يضايقني، عمي كمال اتصل بيا وقالي إن في حد كان بيحاول ياخدك، وأنا جيت بسرعة وحاولنا نفوجك معرفناش، فجينا معاكي للمستشفى لأن المخدر اللي استخدمه كان قوي. استغربت مرام وقالت حد مين ده اللي كان بيحاول يعمل كده؟ معرفش، عمي كمال في الجسم دلوقتي وهيخلص ويجي يقول لنا التفاصيل، هو صمم ان افضل جنبك لغاية ما يرجع. مرام سرحت في شكل الراجل اللي شافته في المزرعة وقالت الراجل ده انا اول مرة اشوفه، تفتكر هو عمل كده ليه؟ مش عارف، يمكن حد كان مأجره علشان يساومنا على فلوس، او ممكن يكون هو من نفسه قرر يعمل كده. وفي الاسم انتهى الضابط من كتابة المحضر، وامير مضى عليه باعتباره شاهد، والضابط قال اجده انا هطلع امر ضبط واحضار مدام حنان، وصدقني رغم الحصانه اللي عند ابوها الا ان ده مش هيمنعنا اننا ناخد اجراءاتنا القانونيه. اتكلم كمال وقال انا كنت اقدر اخد حق بنتي بطرق كتيره، ولكن انا فضلت يكون الامر قانوني لان عارف ان القانون هو اللي هيجيب لي حقي. طبعا طبعا، ودلوقتي تقدر حضرتك تتفضل ولو في اي جديد هبلغك. اتكلم امير وقال قبل ما نمشي هو الراجل ده اعترف ولا لسه؟ هو في ضابط تاني حاليا بيحجج معاه، مجرد ما يعترف هطلع النيابة وبعد كده الإجراءات هتتم كما هي. أمير وكمال شكروا الضابط وخرجوا. كمال خرج من الاسم ومعاه أمير اللي قال أنا كان ممكن أتعامل مع المجرم ده بطريقتي وحنان كمان، بس أنا متأكد وقتها إن أبوها هيطلعها منها، أنا كل اللي يهمني في الأول وفي الآخر مرام. كمال بصله بشك وقال له هو أنت عاوز إيه بالضبط من بيتي؟ مش الحكاية خلصت من زمان؟ أمير اتفاجئ من سؤال كمال وقال له أنا بعتبر الأنسة مرام زي أختي، دي تبقى أخت عيسى صاحبي. وقطعه كمال وقال له ابعد عنها، لو بتعتبرها زي أختك بجد خف عليها وابعد عنها، كفاية اللي حصل لها بسببك. أمير حس بالحزن وقال عمي كمال أنا مستعدة أصلح كل حاجة حصلت، أنا عارف إن غلطت زمان ودفعت 8 سنين من حياتي، أنت اللي اخترت محدش أجبرك على ده، ولولا والدك أنا كنت حسبتك كويس على كل دمعة نزلت من عين مرام. كمال خلص كلامه وكان هيمشي، بس أمير قال اديني فرصة صلح كل حاجة وصدقني أنا مش وحش. كمال بصله بتحذير وقال له لو شفتك قريب منها أو في مكان هي فيه هزعلك. كمال خلص كلامه ومشي، وأمير وقف يبص الأثر بحزن. وعند عيسى اللي كان قاعد مع ورد وقال قوليلي يا ورد
هو احنا تعرفنا على بعض ازاي؟ غريبة دي اني تعرفت عليك وتجوزتك في اجل من شهرين بس. بص، هو انا يعني كنت بشتغل معك في الشركة وانت شفتني اعجبت بيا وتجوزنا. مش قادر اقتنع، اصلا انا مش من الشخصيات المتسرعة، انا اي قرار باخده بفكر فيه وباخد وقتي قبلها، وخصوصا موضوع الجواز ده. قصدك ايه يعني؟ هكون اجبرتك على الجواز مثلا؟ ابتسم عيسى وقرب منها وحضنها وقال طبعا، بس ده هيكون احلى اجبار حصل لي في حياتي. ورد غمضت عينيها واللحظة سرحت لو عيسى افتكر كل حاجة، يا ترى وقتها هيعمل فيها ايه. عيسى استغرب سكوتها وقال مالك سرحانة في ايه؟ اوعي تكوني زعلتي من كلامي. ها مفيش، بقولك يا عيسى، انت حاسس انك بتحبني بجد؟ يعني قلبك بيدق لما بتشوفني؟ بوحشك لما بغيب عنك؟ وبتسألي ليه طالما عارفة الاجابة؟ لا، عاوز اسمعها منك، انت بجد بتحبني يا عيسى؟ يعني مهما حصل مش هتبعد عني؟ والله رغم اني مش فاكرة انا اتعرفت عليكي وتجوزتك ازاي، بس حاسس ناحيتك بمشاعر جميلة وقلبي بيقول لي ان ليكي مساحة في حياتي محدش اخدها قبلك. اتنهدت ورد براحة وقالت الحمد لله، وانا مش عاوزة اكتر من كده. وتاني يوم قعدت اسيل بعد ما بصت لورد اللي قالت انتي مش متخيلة بعد الكلام اللي سمعته منه ده اطمنت قد ايه، وتفتكري ده هيفضل لغاية امتى؟ ما هو مصيره ويعرف الحقيقة. تعرفي انا بتمنى يفضل فقد الذاكرة على طول وما يفتكرش اي حاجة حصلت، نفسي تفضل صورتي في عينيه حلوة، نفسي يفضل يعملني كويس. والله انتي حبتيه وخايفة تقعي من الوهم ده على جدور رقبتك، حتى لو ما افتكرش فهو هيلاقي اللي يفكره. وردة حست بالحزن وسكتت، وبعد شوية قالت طب وانتي قوليلي عملتي ايه في موضوعك؟ وصلتي لحد من اهلك؟ ولا حاجة، الملف بتاعي ملهوش اثر، فص ملح وداب، قلبت عليه المكتب يظهر ان مفيش امل ان نعرف اهلي مين. انا مش عاوزاكي تدوري وتتعبي، يمكن يكون اهلينا مش عاوزيننا، يظهر ان مكتوب علينا نفضل كده طول عمرنا نتعير باننا من غير اهل. وعند حنان، حنان كانت رايحة وجاية في الأوضة زي المجنونة وهي بتكلم نفسها وقالت يعني ايه؟ يعني برضو نفدت منها؟ هو انقذها وطلع البطل وانا اللي طلعت وحشة في الاخر؟ لا، انا مستحيل اسيبهم يتهنوا، انا لازم اخلص عليها بنفسي. دخل ابوها وقال لها انتي اتجننتي يا حنان، ايه اللي حصل ده؟ صحيح انتي اجرتي مجرم علشان اللي اسمها مرام دي؟ بابا انا عاوزاك تساعدني. ايوه انت اللي هتساعدني، انا لازم اخلص منها عشان امير يرجع لي. انا مش عارف لغايه امتى هتفضلك ده، اللي اسمه امير ده ما يستاهلش ضفرك، ده ما قدرش النعمه اللي في يده. بس انا بحبه. ايوه بحبه ومستحيل اسيبه لها، انا هخلي امير يرجع لي ويتحايل عليا كمان. بقول لك ايه، مش كل يوم والتاني الاقيكي موجعاني في مشكله، انا ما بقتش فاضي لعب العيال ده، فوقك ده والا يمين بالله هحبسك في البيت. انت بتقول لي الكلام ده؟ انت بتقول لك ده؟ لا انا مش هسمح لك تحبسني، انا ممكن اسيب البيت وامشي. على اساس اني هسيبك تعملك ده؟ مش بعد اللي بنيته في سنين تيجي انت وتهديه في يوم؟ حاولت حنان تخرج من البيت بس ابوها منعها بالقوه لغايه ما انهارت ووقعت في الارض اغمى عليها. قررت مرام تروح محل الورد وتسأل عن اللي بيبعت لها ورد كل يوم، وتفاجأت لما عرفت انه اكرم. انت متأكد ان اللي بيجي لك كل يوم ويقول لك ابعت الورد هيبقى اكرم ابن عمي؟ بصراحة هو كان منبه عليا ما اتكلمش ولا قول ان هو، بس انا خفت لما قلت لي هتبلغي البوليس. غبية، ازاي ما خدتش بالي من خطه في الكروت؟ فعلا هو اللي كان بياخد الكارت وبيكتب فيه بنفسه. طلعت مرام فلوس وادتها للشاب وقالت تمام، عموما شكرا، وياريت لو جالك تاني ما تقولهوش ان عرفت حاجة وابعت الورد زي ما جالك. بس يا أنسة مرام، اكرم به لو عارف ان قلتلك ممكن يقطع عيشي. ما تجلكش، اكرم مش هيعرف حاجة، انا بس عاوز اعرف اخره ايه. كان عيسى قاعد يتغدى في المطعم مع ورد، وورد قالت له بس الاكل هنا حلو قوي، لأول مرة دوق اكل حلو كده. من زمان انا وبابا ومرام كنا بنطلب منه اكل وكان بيعجبنا، انا بستغرب ازاي متجوزين بقالنا شهرين ولا مره جبتك ناكل هنا. ما هو اصل معظم الوقت كنا في الصعيد علشان كده ما جيناش هنا ولا مره. بقول لك يا ورد، احنا هنرجع الصعيد النهارده، ابقي حضري الشنط. ورد كانت متوتره وقالت له ما بلاش، ما تخلينا نقعد هنا على طول وبلاش الصعيد، انا عاوز اشوف بابا ومرام. وبعدين اللي عرفته ان بعد وفاة جدي ساب وصية اننا لازم نعيش هناك، والشركة نجلنا الفرع الرئيسي ليها هناك، وكمان اكيد انت عارفة الكلام ده. ايوة بس انا بحب جو القاهرة احسن. معلش يا حبيبتي خليها شوية هنا وشوية هناك، لو خلصت اكل
خلينا وصلك للبيت علشان تجهزي، وانا عندي مشوار اعمله وارجعلك. وبعد وقت عيسى وصل ورد على البيت، وهو مشي ووقفت ورد في الشارع تبص لعربيته اللي بتبعد وقالت ربنا يستر ومحدش يفكرك باللي حصل، مش عارفة ليه قلبي مقبوض. قطعها أسيل اللي جات من وراها وقالت اللي واخد عقلك بنادي عليكي ومستمعاني. ها لا مفيش، ما خدتش بالي، تعالي معايا نطلع الشقة ونتكلم. ورد وأسيل طلعوا للشقة، وورد قالت بقولك ايه، احنا راجعين الصعيد النهاردة، ايه رأيك تيجي معانا؟ ما بلاش، خليني هنا، انا هحاول ادور على شغل. قطعتها ورد وقالت انتي مالكيش حد هنا، وبعدين انا ما اقدرش اعيش من غيرك، المكان اللي هكون فيه انتي كمان هتكوني فيه. ابتسمت اسيل وقالت بس انا مش حابه اكون عزول يعني، وخصوصا ان علاقتك بعيسى اتحسنت. يا ستي مالكيش دعوه بعيسى، انا وانتي ملناش غير بعض وهنفضل اخوات على طول. وبعد يومين في الصعيد اكرم كان قاعد مع عيسى وقال غريبه يعني علاقتك بورد اتطورت في الفتره اللي سافرت فيها القاهره، قولي هو ايه اللي حصل بالظبط؟ قولي انت الاول، انا ورد اتجوزنا ازاي بالسرعه دي؟ هو انت بجد مش فاكر اتجوزتها ازاي؟ انا لغايه دلوقتي مش قادر اصدق انك فاقد جزء من ذاكرتك، انا حاسس اني كنت بحلم وما كنتش مصدق موضوع الجواز ده غير لما شفت الجسيمة. انت ورد اتجوزته في ظروف غريبة، عشان كده الجواز تم بسرعة وكانت بعد وفاة جدك على طول. عيسى استغرب وقال انا فعلا استغربت اني اتجوزت بالسرعة دي وكمان بعد وفاة جدك، ايه هي بقى الظروف اللي خلتني اتجوزها بعد ما كانت مجرد سكرتيرة بتشتغل عندي؟ ما تقولش ان حبيتها. اكرم قعد وبدأ يحكي لعيسى ظروف جوازه من ورد، لغاية ما عيسى اتصدم وقال يعني هي اللي ورطتني في الجواز منها صح؟ ما قدرش اقولك ده، احنا ما قدرناش نثبت عليها حاجة، بس ورد الفترة اللي عاشت معك فيها كانت كويسة. وقف عيسى وقال هي انسانة مخادعة ويظهر انها زي الحرباية بتقدر تتلون على كل شكل ولون. عيسى كان هيمشي بس اكرم نده عليه وقال له استنى طيب وقولي هتروح فين، انا راجع البيت سلام. اسيل كانت قاعدة على جسر النيل وتفاجأت لما معتز جه وقعد جنبها وقال هواني مش قلتلك قبلك ده بلاش اللبس ده، انت ايه ما بتسمعيش الكلام؟ هو انت ملك اصلا، البس ايه وما البسش ايه؟ من فضلك شوف لك مكان تاني تقعد فيه. لا المكان ده بالذات يخصني ومش هقعد في اي مكان تاني. وقفت اسيل وقالت بغيظ يوه طالما كده يبقى انا اللي هسيبهولك وامشي اشبع بيه. وقف معتز ومسك ايديها قبل ما تمشي وقال لها لو كانت واحده غيرك اللي كانت بتكلمني كده كنت زعلتها. اسيل بصت له بتحدي وقالت بقولك ايه تزعل مين، انت فاكرني اخاف منك؟ سيب ايدي وسيبني امشي. اسيل انا بحبك وعاوز اتجوزك وانا منفعكش يا ابن الناس، افتكر كويس انت مين واصلك ايه، وانا ولا ليا عيله ولا حتى اصل، انا ما يهمنيش غيرك انت وبس، انا ولا هتجوز عيلتك ولا حتى اصلك. يعني مش هترجع تندم في يوم من الايام ولا اهلك يعيروني بده؟ انا هندم فعلا لو ما اتجوزتكيش، اديني فرصه بس اظبط اموري قبل ما ناخد خطوه رسمي. رجع عيسى البيت ولما دخل اوضته كانت ورد مستنيه وقالت له الحمد لله على السلامه انا حضرت لك هدومك لو حابب تاخد شاور. عيسى بص لها بضيق وقال انت تلمي هدومك دلوقتي وتمشي من هنا مش عاوز اشوف وشك تاني. ورد عينيها دمعت وقالت ليه يا عيسى ليه بتعمل كده، انا مش عاوز اشوف وشك ولا اسمع صوتك، فاهمه انت واحده غشاشه وكدابه مفكره ان كدبتك مش هتتكشف. صدقني يا عيسى انا مشاعري كانت حقيقيه وعمري ما خدعتك ولا. قطعها عيسى لما مسكها من ايديها وخرجها بره الاوضه وقال امشي امشي مش عاوز اشوف وشك ده تاني هنا. ورده عيطت وقررت انها تمشي، وهي خارجه من البيت قابلت اسيل اللي جريت عليها وقالت ورد في ايه مالك، في حد عمل لك حاجه؟ اسيل احنا لازم نرجع القاهره، تعالي نمشي وفي الطريق هحكي لك كل حاجه. طب خليكي هنا هطلع اجيب شنطتي وانزلك. اسيل راحت جابت شنطتها واخدت ورد ومشي ورجعوا للقاهره لبيتهم القديم. قابلهم جمال صاحب الشقه وقال انا كنت لسه جاي عشان اقول لكم فضوا الشقه، اصل جاي لها مشتري وانا شايف انكم خلاص عيشتكم ارتاحت وما بقيتوش عاوزينها. اتكلمت اسيل وقالت اصبر علينا بس يا عم جمال ندبر امورنا ونبقى نشوف هنعمل ايه، احنا راجعين من السفر وتعبانين. انا بلغتكم وخلاص، المشتري هيجي كمان يومين يستلمها ولو لقيت فيها كراكيب هرميها في الشارع. خلص جمال كلامه وسابهم ومشي. واسيل قالت راجل طماع يا ساتر يا رب، يلا يكشي تولع بيه هو والمشتري بتاعه. دخلت اسيل وورد الشقه وورد كانت بتعيط، واسيل قالت
سيبك منه يا ورد، ما تفكريش فيه، هو يعني كان أول الرجالة ولا آخرهم، وإحنا ياما دقت الطبول على رأسنا. ورد مسحت دموعها وقالت: أنا فكرت إن خلاص الدنيا هتتحكلي وهيش حياتي زي أي واحدة، بس يظهر إن الدنيا مستكترة علينا الفرحة. أسيل سرحت وافتكرت كلام معتز وقالت: فعلا شكلنا ملناش نصيب نفرح. وتاني يوم مرام قعدت على ترابيزة السفرة وقالت: أسيل وورد ملهمش أثر في البيت، حتى كمان أسيل لما دخلت أوضتها لقيتها لمت هدومها وشكلها مشيت. كمال استغرب وقال: غريبة، يعني دول لسه واصلين من يومين، إيه اللي حصل خلاهم يمشوا؟ بص كمال لعيسى اللي كان قاعد ياكل ومش مهتم وقال: فين مرتك يا عيسى؟ راحت فين؟ هطلقها، أنا اللي طردتها ومش عاوزها. وقف كمال وقال بغضب: انت ازاي تعملك ده؟ ازاي تطردها من بيتي؟ انت ايه، ما فكرتش هتروح فين بعد ما هترميها في الشارع كده؟ ماليش دعوة، تروح مكان ما تروح، انا اتأكدت انها ورا اللي حصل وانها عملت الحكاية دي عشان بس تجبرنا تجوزها. انت تمشي دلوقتي وترجع مرتك، وإلا ما تدخلش البيت ده تاني. بابا اهدى، ما ينفعش عيسى يمشي، انا هتصل بورد وهقنعها ترجع. عيسى بصلهم بضيق وسابهم ومشي، ومرام كانت هتجري وراه بس كمال قال: سيبيه، كل واحد يتحمل نتيجة أفعاله، إيه هو فاكرها لعبة؟ يلعب بيها شوية ولما يزهق يسيبها. عيسى مش من السهل إنه ينسى اللي حصل، وأكيد ورد، اكفلي الموضوع ده، أنا راجع أوضتي، ولما ورد ترجع ابقي تعالي قوليلي. وفي بيت أمير، أمير جه بصنية الشاي وقعد حسني وقال: ناوي على ايه بعد ما طلقتها؟ اكيد ابوها مش هيسيبك، وخصوصا انك قدمت بلاغ ضدها انها حاولت تأجر واحد لمرام. هيخبط دماغه في الحيط، انا مش فارق معايا حاجة، وحنان دي لازم تتحمل نتيجة اللي عملته. هاسمع مني، انت ابني الوحيد، ولو جرى لك حاجة انا مش هستحمل. وافق على السفرية اللي جايالك وسافر وابعد عن هنا. بس ثاني حاج، مش عاوز اسافر واسيبك لوحدك، أنا يا ابني مش هيجرى لي حاجة وأنا قاعد لوحدي، بس ممكن يجرى لي حاجة فعلا لو في يوم أنت تأذيت. بعد الشر عنك، ربنا يديك طول العمر، هبقى فكر في موضوع السفرية ده. لا مش عاوزك تفكر، بس أنا عاوزك تسافر. اسمع كلامي، ابعد سنة ولا اتنين وسيبهم ينسوا كل حاجة. أمير قاعد يشرب الشاي وهو بيفكر في كلام أبوه. دخلت ورد الشقة الجديدة وقالت: بس دي صغيرة قوي، والعفش اللي فيها شكله مهلوك. اهو مؤقتا لغاية ما ندور على شغل جديد، ووقتها نجيب حاجة كويسة. وقتها وردة حست بالدوخة وكانت هتقع، بس اسيل لحقتها وقالت: ورد انت تعبانة ولا ايه؟ هو بس تلاقيني علشان ما فطرتش كويس، شوية كده وهبقى كويسة. طب عودي وانا هنزل اجيبلك سندوتشات. لا مش لازم، انا مش جعانة دلوقتي، تعالي ننظف المكان علشان نقدر نقعد فيه. بقولك ايه، هو عيسى ما حاولش يكلمك تاني ولا حتى حد من اهله؟ انا اصلا قافله تليفوني ومش عاوزه حد يكلمني او حتى يعرفني تاني، انا قررت اني مش هرجع تاني مهما يحصل. طب وابو عيسى، افرضي يعني بلغ عننا، انت كنتي حكي له على كل حاجه. بعد اللي حصل ده حتى لو دخلت السجن هكون بكرامتي، يا ريت بقى تقفلي الموضوع ده، انا تعبانه ومش عاوزه افتحه تاني. ورد وقفت وبدات تنظف الشقه واسيل معاها، وفي الصعيد قعدت مرام جنب كمال وقالت: ملهاش اثر، انا اتصلت بيها تليفونها مكفول دايما، حتى اسيل مش عارفه اوصل لها. طب وعنوان بيتها؟ اكيد لو حد راح هناك هيلاقيهم. لا بعت واحد وعرفت انهم سابوا البيت القديم اللي كانوا عايشين فيه. عيسى غلط غلطه كبيره في حق البنت دي، هي ملهاش ذنب في اي حاجه. فعلا ورد صعبان عليا، هي انسانه نظيفه ونقيه قوي وتستاهل كل خير. اعطاهم دخول الغفير اللي بص لكمال وقال: في حاجه مهمه لازم تعرفها. اتكلم وقول، عرفت ايه؟ انا لقيت سمر بنت فريال هانم اللي كنت بتدور عليها. وفي الشركة دخل اكرم لمكتب عيسى وقال: ايه يا عم مالك، دجنك وشكلك عاملين كده ليه؟ وهترجع البيت امتى؟ انت هتفضل تبات في الشركة لغاية امتى؟ ما انت سمعت بنفسك، ابويا قال ما ترجعش البيت غير بورد، داني شاكك انها تكون هي اللي بيته مش انا. البنت فعلا غلبانة، انا لو كنت اعرف اني لما احكي لك هتعمل كده انا كنت سبتك فقد الذاكرة احسن. عيسى وقف وقال: انا هروح اشوفها فين واخليها هي تقنع عمك بموضوع الطلاق ده وتبقى جات منها. اغزي الشيطان يا عيسى وبلاش تتسرع، ورد مش وحشة للدرجة دي، وطالما ما شفتش منها حاجة وحشة يبقى كمل معاها. عيسى ما اهتمش لكلامه وسابه ومشي. وعند ورد اللي قفلت اللابتوب وقالت: مفيش غير وظيفه واحده هي اللي لقيتها كويسه، ودي بقى هتبقى جديده عليا. هي يعني جت عليها؟ ما احنا ياما اشتغلنا شغلانات على كل شكل ولون، فاكره لما اشتغلت مساعد نقاش؟ طبعا
طب والله شغلنا كانت بتكسب بس بهدلة، هو مش مناسبة لينا. المهم أنا بكرة هروح وربنا يسهل واشتغل. ما قلت ليش هتشتغلي إيه؟ طيب مربية أطفال، واحتمال كمان يبقى في جليسة لست مسنة، إيه رأيك تيجي تشتغلي معايا؟ مربية أطفال وجليسة؟ لا إحنا كبرنا على الكلام ده، شوفي أي حاجة تانية. خدي اللابتوب بنفسك ودواري. أقولك شفت إعلان كانوا طالبين خدامة، إيه رأيك؟ لا يا ستي مربية الأطفال أرحم. ها بقى العنوان فين؟ بس الأول خلينا ناكل، أنا واقعة من الجوع. تمام أنا هروح المطبخ أجهز الأكل. وقفت ورد ولكن حست بدوخة وكانت هتقع، بس أسيل لحقتها وقالت ورد أنت شكلك تعبانة فعلا لازم ترتاحي. أسيل فكرت وقالت ورد أنت ممكن تكوني حامل. ورد صرحت وهزت رأسها بالرفض وقالت لا 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 مستحيل. وعند كمال اللي وقف وقال لازم توصل لها مهما كلف الأمر، البنت دي لازم تكون عندي في ظرف يومين. اتكلم الغفير وقال الضابط كلمني وهيبعت لي عنوانها في رسالة، وإن شاء الله هسافر النهاردة القاهرة ومش هرجع غير بيها. خلاص يبقى استنى أجهز واجي معاك. بابا أنت تعبان بلاش تجهد نفسك، وهو طالما هيقدر يوصل لها ويجيبها خلاص يسافر هو ويجيبها. مرام هانم عندها حق، ملوش لزوم تتعب نفسك. خلاص يبقى تسافر دلوقتي وتكلمني تبلغني بكل حاجة أول بأول. وفي المستشفى انتهت الدكتورة من فحص ورد وأسيل قالت حامل صح؟ أنا كان عندي حق. للأسف لا، في شوية تحاليل وأشعة أنا هطلبها منكم، ياريت مدام ورد تعملها في أقرب وقت. طالما ما فيش حمل يبقى هو شوية إرهاق ويومين وهرجع كويسة، ملهاش لازمة التحاليل. اتكلمت الدكتورة وقالت زي ما قلتلك لازم تعملي التحاليل والأشعة اللي هطلبها منك في أقرب وقت وترجعيلي على طول. اتكلمت أسيل وقالت هو حضرتك شك في حاجة معينة؟ ما اقدرش اكد حاجة دلوقتي، بس كل اللي اقدر اقوله اني بتمنى التحاليل تطلع كويسة. ردت ورد وقالت هو ممكن يكون عندي ايه او حضرتك شك في ايه؟ للأسف الاعراض اللي قدامي بتقول انك ممكن تكوني مصابة بالكانسر، بس ده احتمال مش اكيد. وبعد يومين في بيت ورد واسيل خرجت اسيل من اوضتها ومعها الملف وقالت ورد تعالي شوفي الملف بتاعك انا نسيته خالص الفترة اللي فاتت، وبالصدفة وانا بطلع الهدوم من الشنطة لقيته. ملف ايه ده وجايباه منين؟ الملف اللي فيه كل حاجة عنك، انا جبته من الملجأ اليوم اللي رحت فيه. فتحت اسيل الملف وورد كانت جنبها وبدأوا يقروا كل حاجة فيه، قطعهم صوت الجرس. ولما اسيل راحت فتحت اتفاجأت لما لقيت كمال واقف قدامها وفتح دراعات وقال يا اهلا ببنت الغالية واخيرا وصلتلك يا سمر. ورد كانت واقفة مصدومة وهي شايفة كمال بيقرب عليها وبيحضنها. وبعد كام ساعة رجعت ورد واسيل الصعيد بعد اصرار كمال على ده، وخصوصا انهم عرفوا الحقيقة وان وردة تبقى بنت فريال اللي بيدور عليها وليها ورث كبير لازم تستلمه. قعدت اسيل جنب ورد وقالت مين يصدق ان يطلع ليك عيلة زي دي، وان نفس العيلة هي اصلا تبقى عيلة عيسى. بيتهيألي لو حد حكالي الحكاية دي ما كنتش صدقت. في مفاجأة حلوة تانية كنت عاوز اقولها لك. واخيرا بقى قولي ايه هي؟ الدكتورة كلمتني وقالت لي نتيجة التحاليل طلعت وكانت كويسة الحمد لله. الحمد لله. انا هروح اغير هدومي ونخرج، ايه رأيك تعالي نتعشى في اي مكان برا؟ ايوة بقى بقينا اصحاب املاك وهنصرف بقى براحتنا. ورد راحت غيرت هدومها وبعد شوية كانوا خارجين، قابلهم عيسى وقال الوقت متأخر انتوا رايحين فين كده دلوقتي؟ ورد بصت لأسيل وقالت يلا يا أسيل. عيسى قرب من ورد ووقف قدامها وقال انا عرفت انك بنت عمتي في ريال. وقطعته ورد وقالت بيتهيألي دلوقتي تقدر تطلقني بسهولة ومحدش هيقدر يلومك. عيسى كان لسه هيتكلم ورد ثابته ومشيت. وبعد شهر تقريبا مرام دخلت لأوضة ورد وقالت ورد عيسى مستنيكي تحت، ياريت تديله فرصة، صدقيني عيسى ندمان على اللي حصل. بس انا خلاص قررت اني مش هكمل معاه. كدابة على فكرة، انت بتحب عيسى والكلام اللي بتقوليه من ورا قلبك. ها انا كل يوم بسمعك وانت بتنادي عليه وانت نايمة. ورد سكتت ومرام شجعتها وقالت ورد اديله فرصة، عيسى مش وحش للدرجة دي، انا متأكدة ان عاوز يفتح معاكي صفحة جديدة. مسكت مرام ايد ورد واخدتها وراحوا لعيسى اللي كان معاه بوكي ورد كبير. قرب من ورد وقال خلينا نفتح صفحة جديدة ونعتبر اننا لسه بنتعرف على بعض من جديد. قطعهم دخول كمال اللي قال ورد قولي قرارك دلوقتي لو موافقة تكملي مع عيسى ولا لا، وصدقيني اللي انت عاوزاه انا هعملهولك. ورد كانت مترددة وفي الآخر مسكت إيدي عيسى ومشيت معاه. وتاني يوم في الشركة دخلت مرام لمكتب أكرم وقالت لحد إمتى بقى هتفضل تبعتلي الوردك ده؟ بتهيألي أنت جربت تخلص الورد اللي في البلد. اتفاجئ أكرم ووقف وقرب منها وقال
مرام أنا وأنا كمان يا أكرم، كنت حاسة بده من زمان وكنت مستنياك تاخد الخطوة دي. ابتسم أكرم وقرب منها ومسك إيديها وقال بحب بحبك يا بنت عمي. وعند أسيل اللي كانت قاعدة مع معتز وقال خلاص كل حاجة بقت جاهزة، هو من بكرة هنزل نختار الشبكة. بس والدتك أنا كل ما بشوفها بحس إنها رفض الجوازة دي وخايفة تكون. قطعها معتز وقال لها هتتعود ما تجلجيش، هي مسألة وقت مش أكتر، وزي ما أنت طلبتي أنا اشتريت لك بيت بعيد عن العيلة. معتز لآخر مرة هسألك، أنت متأكد من قرارك ده؟ طبعا متأكد، وإلا ما كنتش هبقى معاكي دلوقتي. اعملي حسابك الفرح بعد شهر، أنا مش هقبل تأخير أكتر منك ده. وبعد شهر في أكبر الفنادق اللي على النيل كانت أسيل لابسة الفستان الأبيض وجنبها معتز اللي ابتسم وبصلها بحب وقال شكلك ملاك زي ما توقعت، اعملي حسابك بعد الفرح مش مسموح لك تخرجي من البيت أبدا من غيري. على فكرة بقى أنا مش هقبل إني هبقى في سجن، ولو قلتلك إن سجن الزوجية إني بغير عليكي حتى من نفسي. أسيل اتكسفت ومعتز مسك إيديها وبدأوا يسلموا على المعازيم. وعند ورد وعيسى اللي قال إيه رأيك نعمل فرح ويبقى خاص بينا، يعني ممكن نكتفي بالعيلة وأنا وإنتي. لا مش مهم، أنا مش بحب جو الأفراح وكده، كفاية عليا مرة. قطعهم صوت مرام وأكرم اللي جم سوا، ومرام قالت أنا وأكرم اتفقنا إننا كمان نتجوز، هنعمل الفرح آخر الأسبوع. وإنتوا قررتوا كده بسرعة إزاي يعني؟ مش المفروض ترجعوا لي أنا وبابا؟ اتكلمت ورد وقالت ألف مبروك، على فكرة القرار ده خاص بيهم وده أحسن قرار أخدتوه، أنا مبسوطة علشانكم قوي. اتكلمت مرام وقالت أنا وأكرم هنروح نبلغ بابا علشان نبدأ التجهيزات. ابتسم عيسى وقرب من مرام وبس راسها وقال لها مبروك يا مرام، ما تزعليش أنا بس مش قادر أتخيل إزاي الواد ده هياخدك مني بسهولة كده. والحد هنا خلصت قصتنا، وأتمنى تكون عجبتكم، واستنوني في قصص تانية كتير. دمتم في أمان الله.